أهل القاهرة يحييكم ويقضي معكم سهرة الليلة في مسرح الريحان، حيث نقدم لكم مسرحية كوميديا اجتماعية من 3 فصول تأليف الأستاذ بديع خير. يقوم بالأدوار السيدات ماري منير في دور حبة البركة، ميمي شكيب في دور إكرام، فريال منير في دور توحيدة، مها سليم في دور عقدة، والأساتذة عباس فارس في دور مختار، عادل خيري في دور عنبري، عدلي كاسب في دور رياض، محمد شوقي في دور الحاج عوف، محسن حسنين في دور سنجاد، ممدوح زايد في دور عبد الحفيظ، والفنيون المشرف الفني محمود لطفي، مدير المسرح عبد الحميد السيد، المساعد عبد العزيز المنصوري، اكسسوار محمد حمامة، الإضاءة محمد إبراهيم، الملقن شكري عبد الوهاب، ومدير إدارة الفرقة طلعت حسن. أيها السادة، نشاهد الآن الفصل الأول من مسرحية كان غيرك أشطر. يا فتاح يا عليم، الساعة 11 ولسه سيدي ما صحيش. طبعا معهم ونون على الآخر زي عوايده، وادي القهوة برد فيها. يا قاطع. أيوه يا سيدي أيوه. يا قاطع. نعم يا سيدي، أنا هنا أهو. إيه علشان الجبل وده اللي كان ضروري يا قاطع. تفضلي انا عوده يا سيدي. حاضر انا اهو يا سيدي. يوه قولي لي هتغديني ايه النهارده؟ اللي يطلب خروف يحضر له خروف. قال يا جاري اطبخي. قال يا سيدي كلف. بس ما دام يا سيدي كلف، تعرفي يا بنت انا نفسي في ايه؟ ايه يا سيدي؟ نفسي في الجمبري. احنا هنا في المعادي وقليل لما تدور الجمبري. ما بيدورش هو، تدور انت. لازم انزل البلد او اخد قطر وادور عليه. انزل البلد تطلعي البلد. لازم انا اروح متلفرف على حاجه اسمها الجمبري. حاضر يا سيدي، اخد القطر وانزل يا سيدي. اعمل ايه؟ امر الى الله. اما فكره الجمبري دي طلعت مدهشه قوي، ولا عمري احب الجمبري ولا بل حتى سيره الجمبري، لكن احسن طريقه تزوج البنت دي. مين اللي هيقلب دماغنا؟ مين؟ هو انت؟ افتح يا افتح افتح افتح. تعالى اخويا تعالى. انت فين؟ اهو جالك الويكر والاخير باستيكا. استيكا تمسح حبابي عينيك من جوه. ايه ده؟ اقعد اقعد اخص عليك وعلى صباحك العكر. دي برضه طريقه يا فندي تصبح بيها على مستشارك الاوحد في لياليك الحمراء. ايوه يا مؤذي، ليالي الحمراء اللي بجر على دماغي انا الشبايك الزرق. ومال وكرة ايه؟ ده انت تلميذ خيبه قوي. اعوذ بالله. ايه خير 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 يا مؤذي. خير والله. الله. ايه ده؟ يا واد يا اختشي يا بجح. ياخو الناس اللي ما عندهمش دم دول. قهوتي ايه مسجلها في الشهر العقاري حضرتك؟ جاي ايه كده؟ جاي من باب السكه لو على التقشيط يا سعنبري. اختشي بقى على دمك. سجاير، وريني سجايرك منظرهم ايه؟ الله. يلا سجر سجر. اتفضل يا سيدي اتفضل. ايه ده؟ لا 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 ولا لا. قاعدين يكتبوا شر. مش عايز. لا يا اخي لا. خلاص مش عايز مش عايز. ايه هو ده تاني؟ الله تاني. تاني تاني. لا هو من اول مره. تاني يا اخي. خد يا اخي. اخص الله يقرفك. يا اخي اعزم بنفس بنفس. اتفضل. بنفس رجالي مش حريم. ايه رجال وحريم؟ بالثبات. هتاخد ولا اهو؟ لا ما بكسبكش. ايه ده؟ انت بتاخد بالجوز؟ الاصول كده يا استاذ، الواحد يشرب واحده ويحبس للتانية. بقى سجارتين دخان زي قلتهم وخمس فنجان قهوه بتسميهم تقشيط يا استاذ. امال انا اقول ايه؟ امبارح كعيت في جراير حمولتك المقندله 38 قرش سالك. حمولتي انا؟ بتاعت ايه؟ التاكسي اللي عباك لحد هنا يا استاذ اخر الليل. والله يا عنبري ما كنت فاكر انك انت اللي وصلتني. لا يا شيخ، يعني امبارح كنت خلاص سكران قوي للدرجه دي؟ والله اكتر من الدرجه دي، لكن الحمد لله انا اطمنيت دلوقتي انها ما وقعتش في ايد حد غريب. وايه دي اللي وقعت؟ الساعه التاب بتاعتي.
لا خش نام، خش نام لحد ما تفوق تاني. خش هات يا عمري. هات قد ايه؟ الساعه ساعه الساعه دي. خد بس اطلع. ما خدش والله. اطلع ما تروحش لبيت. اختشي امك. انا بقول لك اختشي امك. ما تعرفش انت عارف. بص يا الله اختشي. فات يا ريح. ساعه ايه اللي سرعه منك انا يا استاذ؟ اسمع يا رياض، اذا كان كلامك جد خش فتش في هدومك زي الناس. هدومي كان فيهم شويه فكت بعزاق ولمتهم الخدامه واديتهم لي. يبقى برضه الخدامه لمت معاهم الساعه بتاعتك. عقده؟ يستحيل تحصل من عقده، دي الفكه سلمتها لي بالمليم. طب ما هي تبقى عقده صحيح. تضحك عليك انت بقرش باتنين بتلاته وتلهى فيا الساعه. جري يا عم بارك، انت هتزعزع صحتي في البيت دي؟ تظن يعني انها الا انها دي انها وام انها وابو اللي خلف انها. مش عيب يا فندم يا بلط حته بنت خدامه مبتدئه تلعب عليك اللعبه البسيطه دي تاكلها جنابك تشربها سعادتك. لا وضع بالك، وكان كده مش ممكن اسكت لها ابدا. طبعا لا، اللي يسرق الساعه يسرق الجمل، واللي يسرق ساعه اليد يسرق بكره ساعه الجامعه كمان. تعرف احسن طريقه يا عمري؟ ايه؟ البنت دي احسن طريقه اطلب لها البوليس. لا 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 بلاش بوليس. ليه؟ ابعد عن البوليس. عشان ايه؟ ابعد شويه لحد ما تخلص من تهمتك. تهمتي؟ من محضرك. محضر بتاع ايه؟ لا يا شيخ، لو انت امبارح سعادتك ما كنتش من زباين النقطه. نقطه؟ انهي نقطه؟ هتكون انهي نقطه؟ الرابعه خلاص شالوها. نقطه المعادي، نقطه البوليس، الكراكون. الكراكون؟ رخره دي عاوزه تفسير. لو انت امبارح يعني كنت سكران قوي ومش دريان الحكايه دي. والله ما كنت دريان لحاجه ابدا. لا انا كل اللي فاكره عمبري ان احنا كنا قاعدين سهرانين في الكباريه بتاع البيكابيكو ده بنشرب ويسكي مع البت الرقاصه مش على اصفر. اسمها كتاكي. كتاكي؟ ايوه. اللي كلامك بتحبها قوي اللي من دول. لا احب ايه بتاعك؟ لا والله ده مجرد ضيع وقت بس. اصل البت دي عمبري في الشتاء عايبه قوي وما بترحمش الرايح والجاي من الافشيات بتاعتها. اما المصيبه كلها بالافشيات بتاعتها. هي اللي جابت جنابك وجرجرتك لحد اسم البوليس. جرجرتني ازاي؟ مش فاهم. الست كتاكت لما تسكر وتتسلطن جنانها وقله ادبها ما طلعوش غير على مين؟ على الراجل الطيب عم سنجاب. عارفه السريح بتاع الفوزدو ده بتاع جوزه فرق ابن حلال. هي امبارح شربت معاك 16 كاس ورا بعض وبقت حالتها عيضه قوي. شافت عم سنجاب فايت في الكباريه دخلت له في قفله المكسرات. انت قبل ما يحموك يقشروك. الحانوت يعملكم بالتوره. الراجل اتلزم قدام البجاحه بتاعتها دي ان الاخر يبقى حكام قفشيه بوظوا عليها خالص. طب لحد هنا كويس. مالك انت بقى يا حيشر يا بارد تتداخل بالاتنين؟ تروح قلب الترابيزه باللي فيها وماسك الراجل سجاني من جنابيته بالقفاه وهات يا كحه وهات يا معه. ايش بايديك ايش برجليك وانا والناس في الكباريه نحوش فيك مش عاوز تنحاش ابدا. يا خبر اسود، كل ده حصل مني؟ امال من امك؟ ده يا في الخمره وسنين الخمره واللي اخترعوا الخمره. وبعدين يا عمبري؟ ولا بعدين ولا قبليه؟ اللي خرشم الناس يودوه فين؟ الفونتانا؟ جروبي؟ طبعا خزينه كلاك في الكراكون. الكراكون؟ في التخشيبه. ايه التخشيبه؟ والجماعه المساجين اللي معاك طول الليل. لا انا مش معاك. وانت تقبل عليا الحاجات دي برضه وانت موجود؟ ما انا ساعدتهم برضه. يخرب عليك عشان تفوق. فوق؟ تعبنا ايدينا وما فوقتش. انما ده انت عليك حته قفاف اسمنت مسلح. يا عيني على مركزي يا عيني. مركزك مقندل، مركزك مقندل. الا بقى اذا اسعفني باللباقه بتاعتك دي. اذا استغنيت عن قرشين كويسين تصالح بيهم الراجل سنجابي، وانا برضو اقدر اروح دلوقتي حالا اقنعهولك يتنازل عن المحضر خالص. اعمل معروف يا عمبري روح اقنعه. مراتي هترجع البيت النهارده بعد الخصام الطويل والغياب اللي انت عارفه ده. وبقى تبقى فضيحه فيها بوليس ومحضر وبلديه ومطرافي وازيه ميري. لا فوق كده كمان الفتنه لمراتي من الجاسوسه بتاعت البيت. فتنه عن ايه؟ البيت الخدامه. عن ايه؟ عن الليالي الحمراء اللي كنت بقضيها انا وانت للصبح. طب وماله يا خبت الخير؟ ماله؟ ما تعرفش يا ابني مراتي وحماتي. دبح يا ابني دبح. لا دبح ولا خل يا اخي، ده انت كروديا قوي. كروديا؟ الليالي الحمراء اللي انا وانت كنا بنقضيها لحد الصبح. تقدر انت بشويه حداقه بشويه لباقه تخش كده في عينين مراتك وحماتك وتدعي انها كانت سهرات بريئه، سهرات نظيفه. بريئه نظيفه؟ والبريئه النظيفه دي زي ايه؟ زي مثلا موالد. موالد؟ كنت بتسهر في موالد. بنذكر؟ انت حتى شكلك شكل مجازين. والنبي كويس يا شيخ، عايزين حاجه معقوله دي تصدق كلام من ده؟ بلاش يا سيدي. موالد كنت بتسهر في السينما.
بس السنة هتخرج 12 يا بني آدم. أيوه عندك حق، احنا عاوزين حاجة بعد 12. آه حاجة بعد الفجر مش بعد 12، بعد الفجر. آه بعد الفجر. ناسي؟ بعد الفجر. إيه؟ كنت بتصلي الفجر في الحسين؟ كويس يا جماعة. لا ما تنفعش أبدا. ليه بس؟ ما تركبش على وشك أبدا. قلت يا سيدي بس يا عم فرجت. ليه؟ لقيتها وجدتها. إيه يا أرشميدس إيه؟ هيئة. نعم. استنى لسه استنى. هيئة. شفت دي؟ شفت إيه؟ لسه ما جاش كلامي لسه. هيئة أنت انضمت لها جديد. إنما خد بالك، خد بالك. الهيئة اللي أنت أصبحت عضو جديد فيها، الاجتماعات بتاعتها، الجلسات بتاعتها، ما تنعقدش غير بالليل. بالليل؟ أيوه. الإسعاف؟ إيه هو ده؟ يا اخي انت نفسك صاحب الفضل في الذكرى دي. ازاي بقى؟ انت مش كنت حكيت لي قبل كده وقلت لي ان انت ليك حمد وحماك عضو في حاجه زي كده برضو؟ اه لا، ده حماي عضو في جماعه السماوقليه. السماوقليه؟ اه عشيره بني سماوقل. عشيره بني سماوقل؟ اه بقى. طب والسماوقليين دول حماك مش بيقول لحماتك ان الاجتماعات بتاعتهم ما تنعقدش غير بالليل؟ اه لان الهوايه بتاعتهم انهم يرصدوا الافلاك والكواكب والنجوم، وطبعا مفيش نجوم بتطلع الصبح. ليلتين في الاسبوع بيسهرهم لبعد الفجر. طب استنى بقى استنى، عند حماتك اي اعتراض على سهر حماك بره؟ لا بالعكس، دي بسيطه جدا. تبقى خلاص اتحلت يا لخمه خيبه. اتحلت ازاي بقى يا غشيم؟ انا اقول لك ازاي. ليه انت كمان ما تكسبش ليلتين في الاسبوع ونقضيهم سوا في امور السبهلله والمسخره؟ آه. وتدعي كده بالكذب قدام مراتك وحماتك وحماك انك تعبت من الشقاوه بقى. اتهديت بقى. اللي هو انا؟ اه تعبت خلاص. ده بقى بيني وبينك بس. شغل بس. شفت حماك العزيز عضو في عشيره بني سماوقل؟ أيوة. رحت مقلده ودخلت معاه العشيره. يعني انضميت لبني سماوقل؟ اهو كده. كويس. ها انت متخرفتوا ليه؟ الجماعه دول حسب ما فهمت يا عنبري من حمايه مختار ان لهم رموز خاصه واشارات خاصه بيتفهموا بواسطتها. وانت الدرجه دي خام كرتون؟ هنفهمها ازاي؟ ده سر من اسرار. لا سر ولا حاجه. امال ايه ده؟ عندك حماك قلده تقليد حرف، قلده تقليد نسانيسي، قلده في كل حركاته، في كل سكناته، في كل الفاظه، بحيث تخش عليهم الحفله ويعتقدوا ان انت سماوقلي ابن سماوقلي. بس هيعتقدوا ازاي يا اخي من غير ما يشوفني انا بتواجد في اجتماعاتهم؟ اه لا دي نقطه عايزه بحث صحيح. مش هيعتقد ازاي من غير ما يشوفك؟ يا اخي ما خلاص، ما هي برضه محلوله لوحدها. محلوله ازاي بقى؟ انت برضه مش قلت لي قبل كده ان حماد بيقول ان العشيره بتاعتهم لها فروع كتير قوي في الاقليم الجنوبي؟ اه ايوه ايوه. خلاص انت فرع رشيد وهو فرع دمياط. والله معقولة أوي. إيه رأيك؟ بس لو عندي لو مجرد معلومات أولية عن الجماعة دول، أنت يا عمبالي ما تعرفش حاجة منهم؟ لا السماوقليين دول ما يردوش عليا. إيه؟ أنا أعرف الجماعة الوجوديين بس. جماعة مجاسيب بعد عني. بس أمال ما تدخلهاش ما تكبرهاش. عايزين نسبوكها نحبوكها. احبوكها واسبوكها بالتقليد. بالتقليد. قلت حماك تقليد نسانيسي. سيب مالي قلت ما أنت عارف. عارفك مجرم. جدع. عمبالي؟ أيوه. أنا سماوقلي. وأبوك سماوقلي. وأبويا سماوقلي. وأمك سماوقلي. ست اكرام نورتي بيتك يا ست اكرام. ست اكرام؟ مراتك؟ لا عمري. اوه مراتي جايه. ارتاح انا كده. عمري عمري. عمري قوم قوم. اقوم ليه؟ بس عشان مراتي جايه وانا بقول لك. طب انا اتعرف فيها لابس كويس اهو. لا 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 عفوا مش عشان لبس ولا حاجه. لابس امريكاني. اصل مش من مصلحتنا انها تشوفك هنا. مش من مصلحتنا؟ اه اصلك انت في البلاك ليست يعني. من هاي اسود؟ ما انت عارف. لا سلام عليكم. بقى. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عبالي. من هنا من هنا. اسمها من هنا؟ لا لا من باب الخدامين. خدامين في حبه عينك. اختشي. خدامين اهل. عايز حاجه بالسوق؟ هيفضل قلت في حماك تقليد نسانيس. نسانيس. سلام عليكم. مع السلامه يا عبالي. اه يا يا حبيبي. الحق يا رياض. ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت بصحه وسلامه. وكده تزيد كمان وكمان. الله يحفظك بس الست جايه. والنبي العيش معاك 10 سنين. سلام يا اخي على الداعي المنيل اللي فيك. 38 قرش صرفهم عليك امبارح. طيب طيب. خليهم 25 خليهم 25 خليهم 25 هم 10 بس. خليهم 25 10 بس. يبقى لي عندك 15 اهو. 15 عشان ما حد الخدمين يكلموك ولا حاجه. يوه هو راح فين؟ قالوا من كله ينزل يقابلها ينزل يبص يا اختي. معرفش الرجالة دي ايه؟ راح فين بس؟ سي يوه هو راح فين؟ فين؟ نعم سي نعم
تعالي هنا طلعيها طلعيها اهو من جيبك. هي دي اللي طلعتها؟ طلعيها اهو طلعت. هي دي الساعة الدهب بتاعتي لطشتيها. لطشتها يا سيدي يا سكر يا سيدي. خش يا بنتي يا رد البراط يا سيدي. خش يا بنتي خش يا سيدي. والنبي ما كنتش بس جوز ستي انا كنت وراه. خش 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 بنت شلق من بتوعي والله العظيم ده. والله انا غلطان كان بتاع الساعه بدل ما اخش اتشعل الفضيحه عند ستها. الوزه من دون الفرخه. وزتي يا اخويا وفرختيه وبطتيه. لما يحطوا العبيطه تحت السكينه يكون بجيبهم. اه انا مجيكي تمام النهضه زي ما جيت الطير. اللي السكينه تحت رقبته هو بيقول الموت كاس وكل الناس تشربه. طير يا اخويا ده اللي بيتوفى بالشعر. لا 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 انت النهارده حاجه ثانيه خالص يا اكرام. بيبقى صوت حيدر من اوله ذبايح وسكاكين لا العاب. سيرك انت اللي كان مبداه بلط وخناجر وسكاكين. انا من هنا ورايح سيري هيكون حاجه ثانيه خالص يا حبيبتي. حبيبتك اللي هي مين؟ انا اظن طبعا يا اكرام اللي هي حبيبه غيرك. ايه لا يا شيخ والست المطوله اعتدى الهانت بعت لها ورقه الرفديه وعايزتنا انا هنا بدلها. يا كرام انا فهمتك ان اعتدال جوزها مسافر الكويت ولاجل الصداقه اللي بينا موصيني امر عليها لازم خدمه عندها مصلحه اقضيها لها. اه البيت فاضي عليها تونسها مثلا العيل على كتفاها مين هيونسها فغضانيه. اسمعي يا كرام احنا لو جرينا في الكلام ده احنا مش هنخلص. احنا احسن حاجه يا حبيبتي ننسى الماضي خالص ونفتح صفحه جديده ونبدا اول سطر ببوسه. ايه رايك جوزك عني؟ اوعى تقرب ناحيتي. اقصى عليكي مستخسره بوسه بجوزك. مستخسره كمان بصيتي في وشك كلمتي وياك قعدتي جنبك. حتى لو حلفتك بالايمانات اللي في الشارع. لو اتشنقت قدامي. بالايمانات بما فيهم شنب ابوكي؟ تنزلي يا اكرام بشنب ابوكي؟ ايه؟ ابويا ما قاليش خليكي لعبه في ايدين جوزك يدورك وتلفنش حوالين راحتك. طب انا اعرف ان عمرك ما وقعت يمين امك في الارض. لا رياض اقفل بقك. طب وحياة راس امك تاخد بوسة. اكرام كرم كرملة كرم رم. يا ادرى 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 ادريكو. جاتك 60 اريدو. هما كذبوا اللي قالوها حسس عليها جوزها ان دبت هي على جوزها. ما بتمهمهيلي ما ايه راحت فين يا اختي الحمقه اللي كنت محموقاها في بيت ابوكي. لا يا بابا ما روحلوش ابدا يا ماما ما تصلحلوش تغصبوني عود كبريت وصفيحه جاز وولع في روحي. تضطروني كوبري قصر النيل موجود احدف روحي من فوقيه. حدفت روحك صحيح بس مش على كوبري قصر النيل. على كوبري قصر النيل لا. انت ما تدينيش فرصه لا اسلم عليكي ولا ارحب فيكي مع اني انا ربنا قد ايه انت وحش. وحش لما ياكلك اظن فاكرني زيها حرخرخلك بسرعه. تتك انت على زر الحنيه وما انا اقول لك يا روحي يا عينيا جاتك 60 رضيه. يوكسك يا مدهية زي ما وكستيني قدامه جاي شد روحي وركب جمل هقعد احط رجل على رجل اشرط واتشارط. الحلة دخنت والحلة شاطت. هو كان معقول يا ماما يحلكني براسك ونزل راسك الارض؟ لا معقول مش معقول ابدا. حلفك براس بوتين. حلفك براس الرجا الصالح. حلفك براس مين كمان يا اختي؟ ها راس البر. يا خساره ودودتي على دماغك ليالي ليالي. اوعي فيكي
قد ما وعيكي وانتي برضو مدلوشة واللي فيكي فيكي. روحي. ما هو خلاص يا حماتي الرجالة اللي بتقولي عليهم ونصلح حالهم. إذا النملة بلعت جوز حمام، إذا الناموسة حبلت وولدت نعام، عمرك يا ديل الكلب ما تنقام. كلب مين يا حماتي؟ مش عارف كلب مين يا اخويا؟ الكلب، الكلب اللي يمتش قفصك. بعد الشر على قفصه. لا يا ماما، وهو رياض ما تغفاش بعد الخمستاشر يوم اللي انا بعدتهم عنه. خمستاشر يوم يا خايبة، الناس بتعمل رجيم عن الاكل بالشهر والشهر ونص، تعمليش انت رجيم عن البوز 15 يوم. هو انت لما اتجوزتي حماية كنت استعملتي رجيم حينذاك؟ لا، كان حماك حينذاك حاجة زي القمر حينذاك. ما كنتش اقدر احوش بقي عن خده حينذاك، كنت ريله بسرعة. كبر القمر وهكع وانخسف خسوف كلي. كلي وديلي ثلاث سنين صايمة، صايمة عن البوس. بوس بتاع ايه؟ بتاع المخبي لابوها. كان عليه كل خد وخد. عمرنكم حق. كنت لما اجي ابوسه اطبل له على خدوده. وهي الخدود دي مش اللي انتحرت علشانها المسكينه الغلبانه في امبوان؟ انتحرت امتى يا اختي؟ من مش من 20 سنة فاتوا. كان اياميها فيه الرمق، كان بيشف ويرف ومليان حيوية. وانت ب20 سنة لحد دلوقتي ما بتنسهاش يوم واحد، ماسكها له زلة قدامنا. والله الراجل مسكين بيتمغص ويسكت. فرامبواز يا حبك القديم لفرامبواز يا خيانتك ليا مع فرامبواز. كنت بتقولي كده؟ امال يا بنت، سلاح في ايدي، اول ما يشيل مناخيره عليا اروح كسره مناخيره بالكلمتين دول. مش زيك انت يا حيسه يا دايسه، بمجرد ما حلفك بامك رحت منولها فمك، غتتني لفمك. يا اختي بعد الشر غتتني لفابوكي. برضو بعد الشر غتتني لو يا اختي اسم الله. نيلة للعدو بعد عنك. ورياض اذا عمل اي حاجة بعد كده انا هستنى له في البيت، وحياتك انت ما قاعدة له دقيقة واحدة في البيت. هي يا شيخة انت بتغشيني يا بيت. النوبة دي حلفت بامك ناولتيه في امك، النوبة الجاية يحلفك بام من امك. خلاص والبص يطرقع من اول وجديد، وانا في وسطيكوا اصبح عزول وتدلدل وداني. ولا بس على ايامي ليه؟ اهو ضرب النحيل. حضري له الشعير. شعير ايه وتبدي ايه يا ماما؟ انت متجوزاه من اعيان البلد، تعمليه انت من ايام البلد وايام المطرية، واللي شربته حلو في المطرية واللي شربته مر في المطرية. على ايام عرسي قطع الجواب وسنين الجواب. انت يا رب بتتوب على كل من يعصاك، توب كمان على من اتجوز وشاف الهلاك. كويس.
رديت عليه انا؟ معلش يا ماما. فتحتش بقي انا؟ اهلا يا عمي. من زوات الاربع ولا من زوات المطرية؟ اهلا اهلا يا رجال. ايه يا بابا مالك بداخل كده مدخل ومعفر وبتتخانق في ايه؟ الولية امك المخبوطة في عقلها. انا مخبوطة في عقلي؟ هشتمه دلوقتي ولا مش هشتمه؟ معلش يا ماما. لا هشتمه. بلاش يا ماما. لا هشتمه. بلاش يا ماما. لا هشتمه. ده خابط في زلعوم امك. كتير الكلام ده قوي يا حماد. كتير جدا خصوصا على راجل زي ده. راجل له مميزاته له اعتباراته. مميزاته ومميزاته ايه؟ جاتونيلاته حزاماته. على الاقل في نظر الجماعه اللي هو منهم السماوئيين. اخس والله هتنكشف يا مختار. اه فيدي يا رياض بس كسرت عيني. لكن في غيرها لا. زي الصفر تمام. صفر لو باين على الشمال ولو باين على اليمين. علامة استفهام وتفوق. يا ماما لا علامة استفهام ولا يمين ولا شمال. كفاية ان له مركز في جمعية عالمية زي دي ما تضمش الا كل الفطاحي. معلش بدون نية هننكسف والله. يقولوا لي عارفة كده كانت تسيبني الكام ليلة اللي بسهرها وياهم في الحفلات المضنية بتاعتهم. وماله يا راجل وماله؟ مضنية في اللي تكبر عقلك. مضنية في اللي تعمل لك اسم امام المجتمع. مش مضنية في كاسات الخمر اللي يهرو كبدك ولا القمار اللي يمسح جيوبك ولا اقول لهم لا والنبي لا ولا المشاكيع المهدين. يرحمك يا فرامبواز ويرحم ايامك السوداء. ايه يا ماما الولية عطبها مكاحل ولسه الغيرة منها جديد في جديد. اه الانكا والوش والقفه والقلب لسه ما استفى. احنا دلوقتي السبونة من الوش والقفه وتستعد للمفاجأة على جانب كبير من الأهمية. خير يا رياض بقى يا إكرام. في مدة غيابك المر الوحدة قتلتني. أجي الوقت بإيه؟ أعالج ورائك بإيه؟ قلت ما تعملش زي عمك مختار ليه؟ وتنضم للسماوئية. يا نهار أسود والله. انضميت. انضميت يا إكرام. يا عليك يا رياض. وانضميت يا رياض. انضميت يا حماتي انضميت. اسم الله عليك. بس على مالك شوية هلا مش فين مش فين نايل تعرف تبوس البوسة دي. خلاص بقيت منهم يا رجال. منهم يا عبادي منهم. ابشري يا اكرام ابشري. خلاص انفتحت لجوزك سكة الهدى سكة الاستقامة. اهو دلوقتي بقى الحاجات دي تمنعه عن كذا وماذا وامور مهمزه. ايوه يا ماما بس احنا كنا متفقين من الاول ان الرياض يبطل السهر خالص. ادي ليلتين في الاسبوع هيسهرهم بره زي بابا. لا 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 يا حماتي ما هم ليلتين للجماعه القدام لكن الجماعه الجداد اللي زي حالاتي ثلاث ليال. معلش يا اخويا معلش. ما الراسه بتاعتنا في روح روح روح. هو انت يا عم من ضم لاي فرع؟ الفرع بتاعك اسمه ايه؟ فرع. اه فرع ايه؟ فرع السماوئي. اه لا لا يا اخويا لا احنا محظور علينا حظر بات اننا نفسي اي سر عن اسرار الفرع بتاعنا لان ده يدخل في نطاق الاسرار الغير مباحه يا استاذ. تمام يا عم زينا تمام عندكم كده. اه ما هو يا حماتي في الفرع بتاعنا لفتوا نظرنا للناحيه دي بالذات. والله ما اعرف حاجه عنهم ابدا يا اخويا. نظرهم كبرهم قومي فينا يا اكرام. دوقيني البن بتاعك ابو حبهان. يلا يا بالمرة كمان يا ماما افضلك الدولاب عشان تحطي فيه هدومك. ايوه سبحانك يا رب داخله بسمر وناري ابهدل فيه واستريح. شوفي دلوقتي خارجه اقول له ايه؟ يا زينو يا زينو يا حلاوته وحلاوه عينه تحت فسرك. يا ده كفايه بقى بوس بقى انت بهدلتي. يلا اتنيل. رياض. نعم. يلا تعالى معانا عشان تفضي الدولاب بتاعك هيهزم ماما. دولابك الارابيسك. الارابيسكا الارابيسكا والفوارسكا لاجل عيون الحموات الفريسكا. حضرتك يا عم اتفضل يا اخويا. هما بيعملوا كده ليه؟ ما اعرفش اتصرفي وياهم يا ماما. هو
كده ليه؟ تعوجات السماوئيين. دي يا ستي رموز عندنا احنا يا راسخين في السماوئيه. ده يا حماتي بيسموه تفاهم على طريقتنا. اتفضلي على اوضتنا. اتفضلي. عليا الاثنين. ما عندكوش فرع للسيدات تحصرونا؟ كله لك يا ريت يا ستات. ليه ده انا ابتديت اتعلم كم حركه. لا 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 يا عم بركه. ايه الحلوين والنبي اهو. لا 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 يا حبيبي. بقى حماتك تعمل كده يا ستات. انت الله. ده باين عليه استاذ كبير في السماوية. وانا اللي بدعيها لمراتي بالكذب. اسلك معاه ازاي ده؟ هي طريقه واحده، التقليد. يتاخد على مشمه بالتقليد. ماذا والا ينكشف امرنا ويباع بعد مراتي. ما ده هلكوا من السماوئيين. الو. ايوه يا فندم هو بيته. لا يا فندم انا نسيبه يا اخويا. من رجال مين حضرتك؟ رجال الاداره. يا ما انت كريم يا رب. الاداره لازم اداره السماوئيين. ايوه يا استاذ انا اتفضل. ابلغه ايه مطلوب عندكم في النقطه؟ الله اكبر، النقطه دي لازم سر من اسرارهم يا استاذ. ايوه يا استاذ اتفضل. بخصوص ايه؟ كلاكي؟ كلاكي ايه؟ كتاكت. الله اكبر، كتاكت دي لازم سر كبير من عند. ايوه يا استاذ. مساله الايه؟ الجابي؟ بس مش سامع كويس يا استاذ. سنجابي. الله اكبر، الجماعه دول لهم كل لفظ ولفظ حاجه تموت. ايوه يا استاذ. ما تتكلم بكل حريه، ما انا مش غريب عن السناجيب ولا عن كفاية كده. حط السماعة نهايته. الكم كلمة دول نتسلح بيهم في دقلقة عمنا رياض. طول بالك يا سيدنا. تعالي ازيك يا رب. اهو جدعانة بقى نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. معرفش تاني اقول. رياض. نعم يا عم. كلا. كتا. وانا كمان يا استاذ. الله مش عرفك يا عم. مش عرفني وايه دي جنب اللي عرفه يا اخويا. طب يا عم ارجوك والله اعمل يعني معروف. الكلام ده ما طلعش بره ابدا. ابدا يا اخويا. اشكرك يا عم. اسمع. لا زنجاب. زنجاب. بس يا عم بس. طب احمد حد يسمع ولا حاجه؟ اسمع انا على فكره هيجيلك في النقطه يا استاذ. طب اسكت يا عم اسكت. عارف ايه؟ طب يا عم ارجوك حس انك انت عرفت كده. أيوه. الكلام ده يا عم اعمل معروف اوعى يطلع بره. ما يطلعش بره ابدا ابدا ارجوك. أبداً. يا عم ايوه يا اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. ان كشفنا واللي كان كان رحنا في دهنا. شبكه تخل وشبكه تربط وتعل وتحل وتفل وتخل وتمل كلمه بكلمه لاجل ما نطبش. هو انت كمان ليك؟ ملياش ازاي؟ ده انا ليا قوي 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 يا استاذ. الله يعني الحال من بعض. انا من بعض وقبل ما تكون انت من بعض. والله يا عم حبيب الله يهديني. ده غول بيت ده. انتك خان. بص يا موميا انتك خان لما اتحنطك. عايز ايه انت؟ حاج عوف. عوف مين؟ خالي؟ امال هيبقى خالتك يا اخويا. خالك طبعا اخو ست والدتك يا اخويا. يسلم بقك كانت على طرف لسان. ايوه. شايع حد من طرفه؟ لا شايع روح. خالي جه من البلد؟ ودخل جوه يسلم على هوان ومش طايق يسلم على سيادتك. ويا سلام على اختيار الوقت المناسب يا سلام. قولوا اتفضل قولوا له سيد. اتفضل السيد. اخو ست والدتك يعني لقمته هو اللي حاطط لك انت؟ يا عمي انا مش في لقمته،
على فلاتعته في لاته في عجله في عشرته. راجل امير يا شيخ والله. امير راجل وفين الواد الليكا؟ اهلا الواد الشعنون الخيسه. ادي اول الاشواق الرقيقه الشعنون الخيسه. اتفضل. المديون المهجور اللي اهلا يا خالي. اهلا الحب يا خالي بالحب. امال هو الضفر يطلع من الله؟ ابدا يا خالي. عيد انت من بدري لحم ابوك حاضر على الشويه اللي فاضيين من بقيت لحم امك. اتفضل يا سيدي. ده هنا طالع من لحم الفاميليا. اهلا 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 بالحاج كندوز. بيعوك ما تمشيش مع سوق اللعمه. حلوه حلوه يا ابو التفاريح انت حلوه. انا عارف انت ما بتتعلمش من نسيبك النكت المشفيه دي. لا لا ولا يعني هتعيش في دنيتك راس وتموت راس. انت جاي داخل على بيتنا ولا داخل على السلخان؟ ده انا لسه من دقيقتين اتنين كنت انا وعم مختار عاملين ننتف في فروتها. طيبون. اهلا 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 وسهلا. الله يسلمك. ازاي الحال في البلد يا خالد؟ والله الحال في البلد ينسئل عنه اهل البلد. طب وانت مش من عز اهلها؟ سابقا ما هوش حاليا. ازاي؟ يعني الامر ما فيه ان الولية مراتي بعد ما طوعت عزرائين وسابتني وراحت معاها. زوجت خالص من عيشة العزوبية. ما صدقت جاتني بيعا بشبيشة في الكام فدان اللي حلتي. رحت جادفهم ومتخلص مني. ازاي عامل فرص فيهم؟ ازاي خالد فرص فيهم؟ ازاي؟ ازاي؟ ده اللي اشتراهم مني جزرته فيهم جاز. ازاي؟ ده انا شربتهم له على سعر الفدان الطاق طاق ونص. فيهم اللي مالح وفيهم اللي فوق. النهاية هو خد الارض ووقعته فيها زي الارض. ولو ودي صح منك وانت راجل بتدعي انك على صلاح وتقوى. ما هو الصلاح شيء والفركاكة شيء تاني. ازاي بقى؟ هو الشاعر ما قالهاش. ايوه. اذا بعت ولا اشتريت كن فركوكة. ولا تعرف اخوك من ابوك. اسمحني بقى. ايد لوي الغرض والسلام. تعرفوا بقى القرشين دول طلع في مخي اعمل بيهم. ايوه يا حاج قول لنا. اتجوز بجزء منهم جوازه من هنا من مصر. اشمعنى من مصر؟ اللي تعرس عندكم في كفر المساليخ؟ ده ما هي كفر المساليخ دي كل حريمتها زيها كده مساليخ في مساليخ. الانسان يدور انه بادي كده على ال طبعيهم كويس واركنيهم عندك في الدولاب الارابيسكا. تعالوا احكولي هنا انتوا ايه واخدين جنب لوحديك ورجاله في رجاله وسايبيننا احنا جوه يا ستات لوحدينا نطلع معاكوا ايه من انصار عدم الاختلاط بين الجنسين؟ لوجودك ويانا يبقى فيه جنسين. ما هو جنس واحد برضو. يا خرابي يا مسبي دي ما بتحصلش يا رياض. ايه يا حماتي خير ان شاء الله؟ خير. انتوا التلاتة اتقلبتوا تلات نسوان. يا سلام يا حماتي ما كنتيش تتريقي ما تستريحيش ابدا. هو حد واخد من الدنيا الا التريقه يا رياض؟ غار الهم وغار شياله قطع الغم وقطع كياله. اضحك يضحك لك العالم. اسمعي يا ست الخبر الجديد. خبر ايه خير ان شاء الله؟ خبر في خالي. ايه ما قال لي جوه المنيل باع في البلد طينه وجاي لنا مدلدل كمام قفاطينه. قفاطينه خلاص ناوي يقلعهم رخرين. ايه ويبيعهم رخرين؟ ما ايده اتودكت على البيع وهيبقى يمشي بالفانيلا. فليني انا همشي بالزكيتة السبورت كده والمنطلون الشارلستون والقميص النص كم زي اهل هند. انت الصراحة يا خالي كده يلزمك انك تتعالج بالبتاع ده. لا يا
ده مش يتعلم ويخرج، ده يحجزوه هناك على طول ان شاء الله. طب ايه؟ صدقوا بالله. ايه؟ انا عندي 10 15 قفطان ملونين. لو ترس ابن حلال كده يبصهم لي من فرنات. ملونين؟ ايه؟ يبصهم لك من فرنات؟ ايه؟ اها، عشان تقول للبغبغاء قوم ونقعد بدالك. وانا اقول لك ابوك الشقة مات. لا والله، اخش دنيا وابقى ماشي كده دراعي في دراعي العروسي، هي ماركة جديدة بتلمع وانا جنبها ماركة قديمة مصدي. عروسة؟ يا اخي عرسة لما تدق بزورة. عروسة؟ انت في يا راجل اتلحست على اخر الزمن؟ دنيا ايه اللي عايز تخشها يا شابت ورور؟ ورور ما يمنعش وبربر ما يمنعش، بيخشوها اكبر منك. اللي اكبر منك بيكتشفوهم في حفاير الاقصر، في حفاير سقاره. دي نقطه ما تضحك. ايه 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 ابتدي يا باي، تعرف انك انت بكلامك المشربك دي هيخسر الترتيب اللي في مخي كله؟ هو مخك انت ناقص وصارة يا حاج. طب اسمع، انت بنتك الكبيره متجوزتيها لرياض. ربنا يخليهولي، ده زي ابني تمام. خليكي لينا يا حماد. خلاص، يعني فاضل عندك الصغير، اخدها. امشي صغرة علتك. الصغيرة يا مدهول. الصغيرة رياض، عاوز ياخد بنتي توحيدة. توحيدة يخرب بيتك. توحيدة، اتصور يا رياض. توحيدة يا خالي، توحيدة اللي تقول لبنت بنتك يا ست جدة امي. هتقولي للدور، هو السن في الجواز تحت خبر؟ ليس للجواز اسنان. ولا تبصش انت لبقك وتقول ليس للعريس يا اسنان. لا توحيده لو كانت هنا يا عم وسمعت الكلام ده ينلام عليها لو حدفته من الشباك. تسيب عريسها عزة اللي زي فلقة القمر وتبص لك انت يا تتعنخمون. يا تتعنخمون. طيب خلاص من غير برطشة مجال، يعني مصر كلها ما فيهاش الا بنتكم انتم. انا بسبت الشهر اللي هقعدوا ضيف عندكم هني. اكون عرفت شغلي مع 30 40 خط، الف عليهم بالنهار واجتهر عندكم هنا بالليل. لا ما تتعبش نفسك، بالليل رجالتنا ما بتسهرش في البيت، رجالتنا بتخرج بالليل. ليه؟ اشتغلوا في الاسعاف؟ لا. اشتغلوا في المطافي؟ لا. هم دول بس اللي بيسهروا بره طول الليل؟ لا، في السلا وقالية. ايوه. انت ما سمعتش على حاجة اسمها السلا وقالية؟ ابدا. او حاجة يا خالي اسمها اليازرجية، او حاجة اسمها الوجودية. مش دي؟ اخص لعنة الله عليهم وعلى شريكهم. ما تقولش كده. لا لا ما بسمعلكش ابدا. تهدي في عينك، عاوز تشتمهم عيني عينك ويسقطولك. ايه لهم دول؟ منهم منهم ونص ونص منهم. انا جوزي من كبراتهم، انما جوز بنتي لسه من ابتداءاتهم. ناس بتوع افلام، بتوع ارصاد، بتوع ارواح. ارواح يقعدوا طول الليل يحضروا في ارواح. ارواح؟ طيب ما خلاص حسكي، دي تبقى المسافة قربت خالص بينا وبين بعض. زيك. وانتوا تعرفوا في البلد مسميني ابو معشر كفر مساليخ، اعزم وابخر واشوف البخت وافتح المندل، وكنت فاضل على همسه صغيره ونوم بالمغمطيس واحضر الارواح. لمه على همسه صغيره ما تحشروه في وسطيها. لا لا يا ستي، لا احشروه في وسطيها. لا لا ما ينفعش ابدا. لا لا احشروه. لا لا احشروني والله. ما ينفعش يا ستي، ما ينفعش يا شيخ. احشروه والنبي. ما ينفعش يا عم البركه. يعني ايه؟ يعني الست دي مقامها عندكم بسيط؟
طبعا لا. معزتها عندكم قليلة؟ طبعا لا. طب وحياة شرفها هي وحد معزتها هي؟ لا انتوا حاشريني معاكم في السماء. لازم في السماء وليا. اسمع. ها؟ بس بس ما بسش. ده حلفك بمعزتي. مفيش معزتي نهارك اسود. بيحلفك بشرفي. مفيش شرفي وقعتك اشنفط بيك الارض. ها انت اذا كنت راجل. مادام انت عايزه كده ناخده ويانا يا ستي. خدوني انما كده هو يعني خد لازم من غير تمهيدات ولا حاجات ولا محتاجات يا ستي. اعمل كل اللي يعجبكم بس فهموه. اه جوز بنتي قدامك بقى اقول له يا اخويا على شو الحاجات دي تعرفها ولا لا؟ ايوه انت لا 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 هو اقدم مني. روح من روح. انت بتخبي. ايوه انت اقدم. انت اقدم. الله 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 يسعد ومنيل. انت اقدم. هي دي فيها اقدميه يا عالم؟ انتوا هتشغلوه فين؟ في الباب العالي في مصلحة الدومين. دي سما وقالية حركتين وخلاص. وخلاص اعمل لي كل ما نتقدم للالتحاق بيه. الاصول عندنا كده يا جماعة مش فاهميني. ايوه التقاليد عندنا كده. كله شوية تقاليد بقى يا اخويا. انت ادم. انت ممكن اقدم مني وموجود. ايوه انت اقدم. انت اقدم. لا بد لك اولا انك تتجرد. يعني اتجرد يا سيدي؟ مش من الجبة. مش من الجبة يا استاذ. من القبطان يا استاذ. شوف يا اخوي تتجرد اولا. خدت بالك انت من العوامل المازية. المازية؟ لا انا بكلمك بالسبب ولا ايه؟ عاوز تفهم ولا لا؟ خلاص. العوامل المازية وتتعود على صفاء الشفافية. شفافية؟ يا سلام مهمة جدا صفاء الشفافية دي. ايوه قد ايه يا حماد انا تعبت صفاء الشفافية دي؟ يعني الاثنين يا اخويا. طب وانا ليه ما تعبش زيكم لغاية ما تشافش؟ ما تشفشفوه. ما هو قدامكم. ما هو شفشفوه. يلا شفشفوه. الناس دول يخلوا اللي عمره ما يختل الا يشفشفوه دي كمان. ثم ضروري يعني من تبرد لابد من التبلور. ايوه من التبلور. ليه لا يتبلور سيكم. بلورون. ثم جنب دول ودول 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 تدوير البصيرة. تدوير البصيرة؟ البصيرة دي حينورها ازاي؟ حيحط كبس في نفوخه؟ دي بصيرة يا اخواتي بصيرة. يوروني بس طريقها وانا انوره. طريقها سعدت رؤية البصر الظاهر بوقت ما. تعال هنذبحه على العيد. تمشي وانت مغمض العينين وانت مغصوب العينين لوقت ما. ايه طيب ولما امشي وانصدم في حاجة ما؟ انصدم يا اخويا واتعلم. وفيها ايه؟ هبص بقى. هما بص بقى في البصر الباطن. البصر الباطن؟ انا عمري ما سمعت بيها دي. انا اللي اعرفوه العقل الباطن، لكن البصر الباطن دي ما سمعتهاش. اذا اتصدمت في اي حاجه تعيد التجربه من تاني وتحاول انك ما تنصدمش ابدا 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 ابدا. وده سما وقالي برضه. اثنين ثلاثة أربعة. لا ده مش هخش السماء وقالي. ده هخش كباريه. لحد ما تتعود على صفاء بكده تبقى تميت المرحلة الأولى. قول لي والمرحلة الأولى؟ أمال المرحلة التانية هتبقى إيه؟ مين عارف، يمكن تقفل بقك الظاهر وتاكل ببقك الباطن. حلو إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ إيه الحلو إيه؟ هاخدها في حموي. والله برافو عليك. وأدي البصر الظاهر. يا والله. إيه شيل الله يا أم العواجل. كلمة السر يا أم العواجل. قولها. ما أمال ما علي عايز ايه؟ ده يا اختي اسمعي معلش جت فاول دي معلش.
نعم يا ماما. نعم الراجل مستنيكي جوه. انهي راجل؟ الله اللي بعتله عشان يديك الحقنه اللي في العضل. يا خرابي يا بنت انت اتجننتي، راجل يدي الحقنه لامك، ام تديلها يتكشف على راجل شر بره. راجل بشنب تنكشف عليه امك؟ شنب ولا دان يا حماده؟ هو الطب فيه شنب ودان؟ هو الحكيم اللي وصف لك الحقن دي مش كان راجل وشنب؟ كشف عليا لكن بتحفظات، حط السماعة فوق صدري وقلت له يخطيه راح مدور وشه، نقر على ضلوعي وقلت له يخطيه غمض عينيك، راح مغمض عينيك. ما السماعة لا او صبع لا، اما هيفحصك ازاي يا عم؟ يحط ودنه على صدري اهو كده كويس قوي. ايه عايز ايه يا حضرتك؟ واحد بره عاوز ضروري اقابل سيادتك. وسيادتك ما سالتيش عن اسم سيادته؟ اسمه سنجاب. سنجاب طلبت انا خارج له حالا. خارج له؟ خارج له ليه يا اخي؟ بيجي لك هو هنا. طب ما يجي ازاي بس في وجودكم؟ اصل ده يا عم في الرابطه بتاعتنا في الفرع بتاعنا بنسميه حامل الاختام. يا سلام، وحامل الاختام يخليك زي اللي حامل في تسعه ليه؟ ده ملوش عاده انه يزورني في البيت، وده موضع تفكير. اختام ايه يا سيدي؟ ده راجل مفتش قوي. ما عشان مفتش يا عم بيحملوا الاختام. واذا كان غير كده مش حامل الاختام. عشان كده بقى ننزيح معناه قبل ما يفيشوا المدرب. انت بتفضل بتقول ايه؟ الفنجان البابونج بتاع ساعه الظهر جه. يا نجاتي صحيح، انا كنت ناسياه فعلا. ما اعملوا لي كده وتعملوا لي في عقده يا ماما. لا يا اختي، انا لا اتجوزتك انت ولا اتجوزت عقده، انا اتجوزت جوزي عقده وشنايطه. ايوه اتجوزتني كومبليه يا ستة. لازم بابا يحط ختم يده. ختم يده ختم ايده ختم رجله قدامي يا اختام الاختامي. كابوس خلصنا منه وكابوس هنستلقاه. يا ساب الستر يا رب. عم سنجاري. ايوه سنجاري. يا اخويا ابن جلاب الشهير بفرد وجهد يا ستة رفاق. انا عم سنجاري. انا متاسف جدا اللي حصل امبارح يا عم سنجاري. وهتتاسف اكتر واكتر على اللي هيحصل لسه قدام القاضي. والقاضي عشان ايه يا سنجابي؟ ده احنا سنجابي معرفه براءة 10 سنين. واللي وكلك في وده 10 سنين توكله انت 10 شلاليت مقرب جدته. هما مش بيقولوا السكران خير المجنون يا سنجابي؟ وفي القانون بيقولوا المجنون يتحل على المرتاح. والشغل اللي ده يا حضرتك على محكمة الجونة حتى انت عشان ايه جونة؟ مش الدنيا معالجة اكتر من 15 يوم. اسمع يا سنجابي، الحكاية كلها ديتها يشيل نتراضى عليه وتروح انت كراكون تتنازل على المحضر. قول يا سنجابي، انت عمرك كسبت من الفوز ده 5 جنيه 10 جنيه؟ تعرف انا هكيفك بكام يا سنجابي؟ يا هادي يا رب. ب 10 جنيه والطيب احسن. وانا بقى تعرف اقول لك ايه؟ يا هادي يا رب. افتح الله. وليه بس النمرضة دي؟ والسجن اللي زيك على الاقل وفي تغيير مصدر. يا اخي ما تبقاش خليك، يعني عمرك قبضت انت 10 جنيه حته واحده؟ لا هخليهم لك 15 اكتر من كده. ليه ما تفتحش بقى؟ لا انا بقى هتفتح في المحكمه يا سيدنا رفاق. ده انا ما بضربش قرصه. هي اللي بتاعها 2 6 7 حماتي تعالي نسال رياض. رياض حمد النمره. بس قدام حماتي تخدمني خدمه صغيره. لا 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 زبالها اكتر. معلومه ثانيه. طيب المعلومه الثانيه اهو. يا سلام على النمرضه البلدي. تعالي نساله. بس شوف على بكره. ايوه شوف اخرس. ايوه قلد وهو هتفتح بقى. اي يا اخويا من اي كلام اهو. رياض هي نمره زبيده هاني مكاميه. رياض خش. ايه يا خوض على ماما؟ سيبيهم دول متعلقين في السلام عليا. هاني النمره اهي 5 6 6. خش ارقص معاها. اوي اوي الاسعاف الحجوري بالاسعاف. اسعاف ايه يا منيل؟ دول بيستهجوا. خش استهجى. يذاكروا. اذاكر معاها. يا تحتك يا بتعمل يا ماما. ده احسن طريقه نقطع التذكره من باب للباب، من بيتنا لباب البلد. عندي يا باي على نهار. يا باي اغلط من قالوا لي ماما؟ لا قالوا لي يا سيدي. الخياطه طلعت لها الفساتين كلهم ضيقين عليها. علم عملته دور في الخياطه وفي انا دور. طب وانت ذنبك ايه؟
اسمعي. انا اعرف اخت بنت اخت التاج بتاعي. خياطه كويسه قوي. يقول يعني دخلت الجنبهم يا عتال كل شيء. طب عندك خلي شعيره النار اللي جوه دي تهدي. انا اعمل له تليفون يا ساتر يا رب. لا طب خلي عيط المهووس خالد. انا عليا منين بس؟ من خالي ولا من امك ولا ده بيت ولا مرحله؟ يا مجنون يا مجنون. اسمع يا خالد. لاحظ انك كل ما تلك في الحكايه دي كويس. الستات هنا في البيت احفادهم ضعيفه، هتوهمهم ان دي موجود حرام. تقيل ده موجود حرامي ولا دي اول؟ مفيش حرامي؟ طبعا مفيش. امال القطان دي اتقطع لوحده؟ صدر القطان هرش لوحده؟ يا مجنون. اسمع يا خالد. انت احسن طريقه يا خالد تتكل على البلد لحد اعصابك ما ترتاح في الجو الحلو بتاع البلد ده وترجع لنا تاني. روح البلد؟ ايوه. بعد ما خلاص بقيت على وش انضمام للجلسات. الجلسات اللي زيك يا خالي ملهاش لازمه. يعني يعني يا خالي انت بصراحه كده لانك ست اذا اتاخرت ولا صهرت ولا سكرت هتزعل منك وتعمل لك خناقه ولا ليك حاجه زي انا زوفت طريقك هتخرب بيتك. فبايه بس المناسبه انك تخترع الكذب اللي بخترعه انا؟ الكذب اللي انت بتخترعه؟ اديني قلت لك بالصريح يا خالي، جبت لك على راي البلدي بالمفتش. يعني حس كده ما انتش منهم ولا ربع منهم ولا اعرفه بقدر. المنيله الخياطه اديها 17 متر عشان تطلع لي فستانين. تطلعوا لي كيس مخده ولهكم منه. والفستان الثاني تحط لي الديل في الرقبة والكمام في الرجلين. معقولة دي؟ ما يا ماما حبيبتي مش انت اللي طلبت من الخياطة عشان تعملهولك على الموضة؟ الموضة؟ هي الموضة يا بنتي الوحدة تتحشر في الهدمة ما تعرفش تخرج منها. خرجيني انت كنت شاكر. ده انا كل ما باخد نفسي بحس ان انا مكتومه ومخنوقه في الجبال. رياض اتفرج انت واشهد بذمتك على الفستان. والله يا كرام لو كان على ذمتي انا بقول يعني اذا ضيقت من هنا شويه يبقى كويس قوي. شوفي زي حضرتك لابن جسمك ومخليكي مقطقطه عامله زي جينا لولو فريجيديره. الفريجيديره دي تبقى ايه؟ جينا لولو يا ماما الممثله بتاعت السينما. اسمها ايه؟ جينا لولو. الله لو جينا لولو لابسه فستان بالشكل ده كان لازم يركبوا لها في الفستان اير كونديشن. ده انا كل ما باخد نفسي بينكتم عامله زي مبيض النحاس. تعملهولك اضيق من كده شويه. اضيق؟ ما عملتها وبقيت ماشيه في الشارع العيال جريوا ورايا ويقولوا لي كرباج ورا يا اسطى. يا ماما بقى لا كده عاجبك ولا كده عاجبك. الخياطه هتجيب لك موديلات منين؟ تجيب لي موديلات بتاعه الناس الكمل، الناس اللي في سني انا، سن مثلا 30 سنه. 31 ونص، 31 وسبع شرط، ما هم اهداش اكتر من كده. بقول يعني مش تبقى مكبراكي شويه؟ وماله يا رياض؟ ما هو الكبر قيمه. الواحده تلبس على قد سنها مش تلبس على اصغر من سنها. ماما رياض بيقول ان يعرف لك طريق خياطه كويسه قوي قوي. والنبي يا رياض صحيح يا رياض؟ وفي البيت وباليوميه وتحت امرك. هي فين يا رياض؟ اهي دي اللي توافقني اقول لها فتقي من هنا شدي من هنا وسعي من هنا ضيقي من هنا. واذا دخلت مزاجي اخليها عندي على طول. فن تشمر. نعم فن
تشمر. شمر ايه يا ماما؟ ما اسمهاش كده. امال اسمها ايه؟ اسمها فند الشوم. اسمها ايه يا روح امك؟ فند الشوم. ولازم الواحد يعوض بوقه. نقولها فند شمر. انا خليني بلدي زي ما انا بلدي. هقولها بلدي على فرنجي. دي كخية. خلالك كخية خلالك مخية. الكلام ده سابق اوانه. لما تيجي الاول وتشوفيها. معاك حق. لقيتها صغيرة حلوة ما خليهاش عندي ابدا. المني الحماك يسرق الود وياها. يحصل ما لا يحمد عقباه. ادوب على دماغها 30 شبشبات. كاش ملاقي عليك انت. انا معرفش عنها حاجة ابدا الا انها بنت اخت الترجل اللي بيفصلي. يا ماما هو انت متجوزه مين؟ دون جوان. تملي الوارد اللي في دماغك ده. الا ما تجيبي علبه وتحطي بابا فيها وتغطي عليه. ما بيرضاش المنيل. يقول لي هتفصصيني. يلا يا ماما على جوه عشان الجرس بيضرب. يلا بينا يا بنت. لكن تفصيله ايه دي؟ تفصيله البرميل. امشي ازاي يا رياض؟ يدحرجوكي. حاضر. انت شوية شوية هتقولي لي. يلا هتقولي لي ايه؟ ايه تطلعها موضة. بكرة تطلع موضة وحياتك انت. وما يقدروش يمشوا يقوموا يركبوا في ايديهم ابعيب بعجل. يلا انت يا ماما. انت يا بنت بتسندي عليا ولا بتمشيني؟ اهو اوعي كده رياض. نعم. تعالى زقاني. يلا يا رياض. الله انت بتزق ولا بتحسي؟ زقاني يا رياض. اقول لك انا همشي ماشية السماء وقالية. الناس كلها حمواتها كوم وانا حماتي كوم لوحدها. العند في كل شيء بتعند الزمن. مش عايزه تكبر ابدا. جرس الباب. يا بنت يا عودة عودة. مفيش عودة. افتح انت. حاضر حاضر. هو انت حمواتها حماتي كوم يا بنت؟ انت منتشر انت. لا قولي قولي. ماشي ازاي المرة دي؟ نجحت وطلعت خايف برضو. بعد شرطك المهببه دي كنت خايف. مفيش غير سعاده قليلك ابدا. سعاده ايه وبتاع ايه؟ اخس 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 ليه كده؟ اقعد 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 اقعد. انت لازم بقى بمعقول فيك من جحشيه وحميريه. ما عرفتش تنفذ التعليمات بتاعتك. بالعكس التعليمات نفذتها بالمظبوط. قعدت اقلد لك في حمايه مختار تقليد نسانيسي. اذا بقى يا ميمون يا فارم عفارم عليك. عفارم منين؟ سلكت مرة سلكت التانية طبيت في التانية. والطب ليه يا اخي؟ الطب علشان ايه؟ انت دلوقتي مش بتقولي كنت ماشي في تقليد حماد تقليد نسانيسي؟ ما هو الناس ناس من سؤال لبابو وحي اللي شوشته راح مبلص الخط. يعني اتكشفت بقى واتعملت نصاب وعيني اصبحت مكسورة قدام عين حماية مختار. اخس والله هو اخس على اللي كان السبب وفي افكاره دي. اخس اخس. استنى بس استنى استنى. قولي غرقتني. حماك ده اللي كاسر عينك. تعرفش انت حاجة تكسر عينه بيها الحاجة. حاجة زي ايه؟ نقطة ضعف في اخلاقه، علة يتعاير بيها، ذلة ينكسف منها شوية. والله هو بينكسف من حكاية قديمة كده كانت حماتي دايما ملجمة بيها. عال كويس قوي. يلجمه احنا برضو مع حماتي. بس احكي لي ايه الحكاية؟ والله هو كان من مدة 20 سنة وقع في حب واحدة من بنات الهوى اسمها فرومبواز. عال كويس قوي. تقدر تقول لي فرومبواز دي عنوانها فين انا اروح اقابلها دلوقتي؟ لا في ما ماتت من زمان. ماتت؟ لا مفيش لزوم مش وقته حتى. طب استنى فرومبواز دي ما تركتش خلفة؟ لا 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 ما خلفتش منه خالص. بسيطة خلاص نولدها. بقول لك ماتت يا بني ادم. احسن ما تحسش بإعلام الوضع يا بني ادم. واحنا هنولدها صحيح بالكذب يا استاذ بالفبراك. زمان في عين دلوقتي احنا لما نتدبق على اي بنت من عرض الطريق ونلزقها في قراجيس حمام. وهنلزقها بصفة ايه؟ بصفة بنته من فرامبواز. خلفها من كام سنة الكلام ده؟ من 20 سنة. كويس كويس اوي. خلفها من 20 سنة وتركها هي وامها
زي ما تقول عندها 6 أشهر 7 أشهر. لكن دلوقتي بنت فرامبواز اللي هي بنت حماك كبرت وبقت انسه عليها الكلام، جايه بتبحث على ابوها، بتدور على ابوها، عرفت ان ابوها راجل محترم اسمه مختار الزنبقاوي. طب وايه اللي علمتك من كده؟ اللي ينتج عن كده ينتج عن كده يا بني ادم ان البنت المزيفه المزوره دي تحط رجلها في البيت. بعد كده بقى انا اولع الفتيله، سيبني اشوف شغلي. وما شكلها عم تحط رجلها في البيت؟ او باي شكل دي عايزه بحث صحيح. قول لي نمره الترس بتاعنا. انا مالي ومال الترس بتاعك؟ اصل بنت اخته خياطه كويسه وحماتي بوظونا فساتينها فقلت عندها لها. مالي ومال؟ استنى كم بتقول؟ اتحلت يا استاذ. ايه هي دي؟ تبقى البنت اللي هتيجي النهارده في الشقه وتطب عليكم هي بنت اخت الترس بتاعكم. الله يخرب عادك. طب هنجيبها ازاي ونفهمها ازاي ونعلمها ازاي ونعرفها؟ لا 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 مش عايز دوشه بقى، ما تشوشرش على مخي النظيف. ما تنضحش عليا فكره كده. سيبني انا افكر في المأزق ده. ايوه بس قول لي فرامبواز ما عندكش فكره انتحرت ازاي؟ ايه شربت سم؟ حرقت نفسها؟ لا لا انا فاكر من فوق عمارة الاومبيليا. يا سلام على الموت القليطه. وانت للدرجه دي حماك له ضحايا؟ زمان بقى ايام شباب كان بتطبل له عليهم. استنى استنى فكرتني بالحق، ما عندكش صوره من صور حماك ايام شباب؟ عندي صوره. سلحني بيها رأس ايدك. صوره من 20 سنه في الالبوم. وريني فين هي. فظيعه عينيهم الصافيه ما خلت في الواحد عافيه. ايه ده؟ بوليس المنزل. يعني ايه؟ يعني حماك. حماتك؟ لا سلام عليكم بقى. لا تعزب. لا لا ما هنا خدامين يا اخي. ما نزلت امبارح من هنا. لا ما استحش تلم خدامين. هنا كويس والله. لا 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 البنت النبويه عملت لي قهوه. انت وصلت النبويه؟ اه. طب تعالى بقى. البنت عايزه بقى. لا لا من الباب الكبير. طب انت قطايف والله. في بس ما استحش. في قطع الارزاق ده بقى. لا 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 يا عم بني ده. ما تمشيش في مقامك يا اخي في مقامك. عاملني مع النبيه والله يا دودي. معلش. منو؟ عم نعم. تعرف يا عم بني لو نجحت في المساله دي هنكسر عين حمايه مختار كسره ونزل له ذل. ده هنوديك في 60 داهيه. انا هجيب لك حته بنت فهلاويه تلعب بالبيضه والحجر. سلام عليك. تعال وصلك. تعال وصلك تحت الباب الكبير. طمن طمن. قد يرحمك يغم ان شاء الله كل مين يغمك. هو لسه هيغمني يا ماما؟ بقى الخاين الغشاش اللي اسمه عزت يطلع في الاخر خست. ما هي الدنيا كده يا بنتي، اعرفيها وارتاحي. البياع بينادي يا لوز يا لوز يبيعهولك وهو ترمس. البياع التاني يقولك يا اكل الملوك يا حمام يطلع فجل. ما هي الدنيا كده، اعرفيها وارتاحي. اللي فقعني وكويني ان ما فاتش 3 ايام واحنا قاعدين في الاوبرج والكلام الناعم خدي عندي. ما خدت عندي ايام المزغود ابوكي. كان ابويا انا غني حرب، وابوكي انت كان عامل عند ابويا انا، وخطبني منه كان عامل شاكر، خطبني منه بقى يجينا كل 15 يوم يزورنا مره، يحوش زي الكبه العاميه، يروح داخل وقاعد في اوضه الصالون، وانا كنت بنت بلد مدردحه اعجبك قوي، اروح داخله له اقول له اعمل لك قهوه، يقول اقول له اعمل لك شاي، يقول لي اقول له اعمل لك مغاتة بعزنك والد، يقول لي اقول له اجيب لك كباب في سري. وحياتك انت كان للدرجه دي عبيط، وسو ما خدته وفات شهر العسل، ويا دوبك يا اختي العبيط ده ما كبر وبقى بعيد عنك حصى، كل حصوه قد كده قد كده قد كده قد كده قد كده، وتخبطني في مخي من هنا وترد من هنا تقولي لي يعني هو ابويا كان خطبك وسابك؟ خطبك واتجوزك ومطبعها لغايه دلوقتي في جيبك. جاتك نيله بتحسديني؟ هم يحسدوني على موتي فوا اسف اسفاه، حتى على الموت لا اخلو من الحسده. حسدوا حسدي هو دي ولا دو ولا ده؟ من
مين يا ست ماما تجر جبل؟ لا ما تجرش جبل، الجبل ما بينجرش، تجر حمار. هم يحسدوني على موتي فوا أسف أسفاه، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. برضو دو دو ريمي فا. ايه اللي انت بتعمليه ده يا ماما؟ بلحنها. اصل وانا صغيره كان ابويا معجب بيا قوي وكان بيحبني، راح جاب لي بيانو وجاب لي معلم بيانو، قعد سنتين المعلم يعلمني دو ري مي فا، اجي للفاوستو وبعدين باع البيانو وجاب لي ضربوكا. لكن بابا نشر صورته في الجورنال زي المقروص ده، ولا حط جنب منها صورة عروسه زي المخسوفة دي؟ ايوه هي مخسوفة مخسوفة، ده هي تخسفها وهو رخر وحش. هو وحش وحش يا بيت. لا يا ماما لا. جات لا لما تلقي. وحش يا بيت، بس عينيه زرق، عينيه زرق يا حلاوة عينيه. يا سلام يا بيت لو ايه جه الهوى سوا والعينين الزرقة اتلخبطت على العينين السودة، طلع كتكوت صغير عينيها عسلي. يقتي يقتي يقتي. هو يا بنت اللي خلق عزت ما خلقش غيره، يعني خلاص خرط عزت الخراط وانخسف مات. انا مش في الخراط ان كان مات ولا صحي، انا في كرامتي. كرامتي يا ماما تصوري ايه انتي؟ انا قدام كل اللي عرفوا ان انا مخطوباله، قدام كل اللي شافوني بدل المرة عشرة وانا باطي في باطو. ايه هي قلة بطاط في البلد؟ دي البطاط على قفا من يشيل. انت رخرة تحطيلك ايدك في ايد باط من دول وتترسمي بالحبر الابيض. حبر ابيض؟ اضحكي عليا يا ست ماما، ما انا ببانش. ما تبانيش؟ لا. ليه ما تبانيش؟ ما انت سمرة يا بنت. بلاش تترسمي بالحبر الزفر، ينطبع ما يطلعش. ما هو انا كمان من كل بد زي ما فرسني عزت لازم افرسه. بالك انت تحت العند بتاعي ده، لو جالي دلوقتي قرد، لو جالي قرد. ما هو القرد موجود، قرد من كفر المساليخ. القرد ده مين؟ عم رياض باع في البلد طينه وجاي لنا مدلدل كمام افاطينه. يا باي ما تغميش نفسي، دي اللي اتكلموا ولا فيش في ايدها صفن ليمون، معدتها تقلب عليها. ما عشان كده الليمون غلي من كتر اللي بيتجوزوا القرود ويقعدوا طول النهار يمصوا في ليمون لحد ما غلوا علينا الليمون. انتش دراكي ان عم رياض طلب ايدي؟ حكالي بابا وهو متخسخ من الضحك، وكمان مغلولة من بابا خالص انه ساعة ما كلمه ما راحش ضربه على المين ورمله ازداهه. والنبي يا بنتي معاكي حق، وحياتك انتي ما حشني عن تلزيقه الا الفسفوسة اللي طلعالي في ايدي، طلعالي بين الخنصر والبنصر. فين الخنصر وفين البنصر؟ دوري على الفسفوسة وانتي تعرفيهم. الله يا بنت ريحي قلبي، قولي لي فين الخنصر والبنصر. ادي الخنصر وادي البنصر وادي الفسفوسة. والله يا ماما ده ذنب عاطف المسكين اللي رجليه حفيت على جوازي وانا اقول لا. ما هم حسدوك يا بنتي، يا ما نشوك عين، يا ما قالولك يا طالعة لامك يا واخدة جسم امك. ايه بنت ايه بتبصي لجسمك؟ انا كنت زي تمام بس دلوقتي مزقلطة اكتر. يا ما قالولك يا واخدة خفية دم امك. في دي بقى تقدري تنكريها؟ اموتك. يستريحوا بقى، اديكي خدتي بخت امك. بخت امي لفمك. بعد الشر عليا، ده تجنيله وخلاص. بعد الشر
وحده العدوين نيله وخلاها. يا ريت ربنا يديني نص بخت امي، ربع بخت امي. يا بنت خراسي بقى تهدي، انت هتقصفي رقبه ابوكي. ياما في الدنيا قبل الجواز تلاقيهم طيبين، طيبين قوي قبل الجواز وبعد الجواز ما يعلم الا ربنا من اللي بيعملوه. اولهم رياض جوز اختك. يا سلام يا ماما، يا سلام على رياض وإنسانية رياض. راتك نيلة هتحسدي أختك رخرة؟ دي غلبانة سيبهولها. إنسانيته بعد إيه؟ مش بعد ما هديته هد، بعد ما لفيته بالحزام الحديد، بعد ما وريته قوتي وجبر ناقوتي. جبرناوطي. لقيتيها فين دي يا ماما؟ في البقوطي. انا بس بدي افهم، حمار مين اللي علمك الجمله دي؟ انت قعدت تحفظي طول الليل تقولي جبرناوطي الجبرناوطي الجبر، حفظتها انا ونسيتيها انت. دي اختك اكرام لما خطبها كان بيمشي تحت البلكونة طول الليل لحد ما بوليس الدورية اشتبه فيه. وحياتك افتكروا حرامي جرجروا على الاسم، ما خلصوا من الاسم الا ابوكي. هو اتجوزها من هنا والبلكونة اتقفلت بالضبة والمفتاح من هنا وعينيها ما تترفعش من الارض من هنا. لازم تعمل كده، مش حاجة تجنن دي. هو راخى كان مشعلة عينيه في البلكونة، الجرس بيضرب قطيعة. قوم يا بنتي نخش جوه، الجرس بيخش. يا اختي خشي يا واحدة جسمك ما تخشي. حاضر حاضر، محد يجي لحمته اصليا الا المهرب اللي عليه الدين. حاضر حاضر حاضر. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي هاني عشان مسهلة. اتفضلي اتفضلي يا ستي. بتقولي ايه؟ بتتأسف ليه؟
هي مالها سايحة كده؟ لا ما تتعصبش ولا حاجة، ده انت راجل مؤدب خالص، انت لسه ما عملتش حاجة بطالة. لزقت عليا باب الحمام وانا نطيت عندي جوه في اوضه النوم. انط 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 قوي. ايه؟ بالعكس انا ليا الشارع يا اخواتي. يا سلام، يا ما في ناس كده كلامها بينجي السكر. سكر خد يا بنت. ايوه سيد. نعم خد. اجري ادوق الشاي ده في البلاعه واعملي لي شاي غيره. بلاعه ليه يا سيد؟ دوقي. يا دي الليله هو انجر في ايدي بطلبان الملح. بطلبان الملح؟ طيب يجي فتح عينك المره دي كويس، لا ينجر غلط برطمان التيتيتين. يروح عمري مع الصراصير. تعالي اهدى عقلي بس يا اخواتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيبون. ميرسي. انستيني. كلمة ايران. يعني قصة قلنا نورتيني. كاليستيرا. يعني شرفتيني. جود نخ. لبات. يعني لبات. جود نخ. أنا عايز أقول يعني إن أنا الظاهر إن أنا قطعت كلامك مع البت ال لا لا مش فاهمان. أنا عايز أقول يعني إن أنا قطعت كلامك. لا ويا أخويا يا مدمدين، يعني عايز أقول إن أنا قطعت. لا 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 يا أخواتي عليها حتة. لا يعني ما احبش تاخديها مني السجال. لا دي مش سؤالك، دي بواخر. يعني كنت اعرفها منين البنت دي؟ دي اول مره باجي هنا. اول مره تيجي هنا. يعني مالكيش رزق على البيت قبل كده؟ لا سلبيني الهوانم واحده تصلح لهم فساتينهم. يا ريت عندي فساتين. مالكيش في تصليح الجباب؟ اعملها لي كومبليزون. بعتوني ولاد الحلال استرزا من فسليكي وايدي. طيب واذا كان فيه ولاد حلال تانيين يريحوكي من غلب فتلتك وابريتين؟ يعني ايه من فتل؟ يعني يكون مراتهم ماتت وهم دلوقتي من غير مراتها. حلوي ما تلعبش كويس. ظريفة قوي. في البيت بعملها احسن من كده. انت بتقول ايه؟ بقول يعني تكون مراتهم ماتت وهم دلوقتي من غير مراتها. لا يا اخويا ما عطلكوش، دوركم على واحده غيري تكون فاضيه مش مشبوكه. يا خسار. مجريه فتحتي؟ لا لكن فيه كلام. خلاص اهو الكلام الجديد يمسح الكلام الجديد. وانت بقى في ايدك فرز الطلبات وفتح المصاريف وكل من يقولوا عطي. اختش يا استاذ. يا اخوان اختش. ما في ليه التخان؟ هو بس اقول يعني ان يعني حضرتك يعني اشوف اما من الصنف المذيع قوي. لما اختش جدتها شمس خان. استاذ اختش على دم. على فكرة انا مانيش حاجة هادلة في البيت. راح بالبيت ابن اختي ندم. وانت بقى لما تفكري ياني لو تفكري. ياني لو تفكري. ياني يا ياني لو تفكري. لا انا ما احبش كده. انا ما احبش كده. احب كده في الحلال والله. هتجوزك والله. شوف اما اقول ماما يجيلي في الصلاه وده وقته. اسمع اما اقول
الفرصة قدام. ايه؟ انا لازق عندهم هنا 30 يوم. فكري فكري. روح يا شيخي، ربنا يمتعك بي. ييه على فكرة يا ريت نسيت. ايه؟ خد. اخد ايه؟ يا عميد. حلوة. ايوه حلو. او انت لاخر خد، مفيش مال. هات. مجبولي. فكر فكر. لا لا ده قليل ادب انت. ما العظيم انا اعرف اوريك شغلك. هنا هنا يا سيدي. اهي يا سيدي اهي. الله حلو قوي. أفندم يا ست، أي خدمة؟ إزاي يا حضرتك؟ الله يسلمك. يا أخي تكليل على حضرتك وعلى أهل حضرتك. شفت بقى؟ شفت يا حظ؟ دخلت حتى عليك انت النمره ولا لا؟ راجل ايه اللي عامله في روحك ده؟ احنا مش كنا متفقين على بنت الحق وحقيقي؟ ما لقيتش بالحق وحقيقي. الظرف قدامنا ضيق. اجي فاضي يعني؟ اتحيكت على البنت الزنوبه الغساله ما رضيتش. على البنت الفايمه بنت الجماعه الجيران اللي فوق السطوح برضه ما قلتش. طلبت منها الفستان والشبون وقلم الاحمر والحواجب واجرت الباروكه دي ب70 قرش وشرفك وقلت ادت ناس وننت على خيره الله. طب اجري بقى على خيره الله قبل ما حد يجي ويشوفك ونتكشف ونروح في ده. تتكشف ايه يا استاذ؟ تتكشف ايه؟ بكاتينا البنت الخدامه اللابخه بتاعتكم وكلتها على العام وكان هنا خال حضرتك. خالي؟ وتعرف فاتحني في ايه؟ في الجواز. عاوز يتجوزني المغفل. يتجوزك انت ولا رضيت يا ابني؟ اكثر شبابي معاك. اميل زهرة عمري؟ فاضي انا؟ فاضي عشان احمل واولد وارضع؟ لكن انا دلوقتي حامل ازاي اسيبك في وسط ستات؟ الله الله، ما تحملش ليه بقى؟ انت يعني بتغير قوي على حماتك. مش هتشوف مراتي كمان ما غيرش على مراتي؟ لا ما غيرش على مراتي. ازاي بقى؟ انا اقول لك ازاي؟ ليك عليا اكون مع مراتك في منتهى الرجوليه. نعم؟ السدوتيه ولا هو ايه؟ يعني في منتهى الادب. طب افرض قالوا لك قيس الصدر قيس الوسط. قيس يا اخويا يجرى ايه؟ قيس؟ نعم قيس. ايوه قيس بادب زي اي ترزي حريمي محتشم. مش فيه ترزيه للحريم؟ انا كمان زيهم. طب افرض مثلا الست حماتي سلمتك فستان وقالت لك اتفضلي فصلي. فصلي تبقى قصيفه سودا ولا في ولا حاجه. انا اتصرف يا استاذ، احط الفستان تحت باطي واقول لهم لمؤاخذه يا ستات عمري ما تعودت اشتغل غير في بيتي انا وعلى مكانتي انا. ايه رايك؟ والله قارح يا اخي قوي. بس يا كتر فيه. طب افرض عايزين يقلعوا يقلعوا ولا حاجه. يقلعوا يا اخي. ايه يقلعوا ده؟ ايوه الدنيا حر. لا لا ما يقلعوش. انا خاف على روحي برضه. والله يا عمداري انا عيني بترف. ترف ايه يا شيخ الترنفارخ؟ خلاص دم قلبك. دم قلبي. انت معاك راجل اهو. نعم. لا ما تركبش دلوقتي. يا سلام وسلم. ايه ده؟ سامع؟ مين ده؟ مين؟ ده ابوكي حماية. ايه ابويا؟ ارسم بقى. استنى. ارسم مظبوط بقى. خليه يعيط دلوقتي. ايوه يا بوتبوتيل انا والنبي اذا كانوا الستات مش فاضيين معلش
معلش. انا هخش اديهم خبر. رياض يا عم. رياض اسمع اخوي. مالك؟ اسمع تعالى. قول يا اخوي مين الامبوله دي؟ دي؟ دي بنت. وانا عارف انها بنت. مين يعني؟ اصلي جايه للستات وانا هخش اديهم خبر. اديهم خبر. عمي. ايوه. خد بالك. ما توصلنيش. خد بالك. ما توصلنيش. اوعى يا عمي. عم قصدينا. اقول يا عمي اهو. يا سلام. حر الدنيا النهارده مش كده؟ ايوه صحيح. اما حته بنت لمعة قوي 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 قوي. اما حته جردل قوي قوي. الست الكبيره اللي عايزاها حضرتك؟ والله ما امال مين؟ انا عايشة. ايوه يا اختي. اللي بوظ لها الفساتين. فساتينها؟ هو حضرتك خياطة. حضرتك خياطة؟ حضرتك خياطة. ويدي يا اختي خياطة. ايوه خياطة فيها ايه؟ كويس خياطة. فنانة يعني؟ فنانة ايه يا اختي؟ الله دي يا روحي. لا انا بغني على نغمات البكرة ولا على ايقاع المقاس؟ هي صنعتك دي يا اختي، صنعتك، صنعتك الحلوة دي ما تعرفيش اني يعني مسحولي بالك. مسحولي بالك ازاي؟ مسحولي بالك. ايه ده؟ انت يا راجل ايه انت؟ مسحولي بالك. انتش امها. لا لا لا. ازعقيل. شيلي. ايوه اهو. النبي ارفع بسه. اجلي. حرام عليك. لا 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 لا. والله ليه انت قاوة دي شحاجة؟ حرام عليك. وانا عملت ايه يا شحاجة؟ لا 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 لا. مش علشان سيدي ضعيفة قدامك كنت استغل ضعفي. اغداشي اشيلي. ما انا شلت. لا 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 لا. شيلوا النادي. والله شيلي وريني. هم هم. شلت صحيح. هي صنعتك دي يا أمولة بما فيها من رقة بما فيها من ظرف يعتبروها أصحاب النظر من الفنون الفنون الجميلة. أنت يا فندم. نعم يا روحي. أنت من حواضبك طالعة نازلة. النبي يا اختي انا قدام المناظر الجميله دي ما اقدرش احكم حواجبي يا اختي. لا 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 لا. شوف اما اقول لك انا نخرة. ايوه. انا قدام البسبسه وقله الحيه دي. أيوه. ما اقدرش احكم جزمتي. لا لا مش نجوم. انا ضربت خمس شوفان لسه في السكه. لا هنضرب كمان ما فيش داعي. لا وقولي لي يا ستي. نعم. اسم الكريمه ايه؟ نعم. اسم الكريمه ايه؟ اسمي؟ ايوه يا روح. اسمك. ما عملناش حساب الحكايه دي ابدا. اسمك يا روح. انا يعني؟ اسمك يا روح. خياطه. لا يا تبقى صنعتك. انا عاوز اسمك يا اختي. نعم. اسمك يا اختي ايه؟ طب وش جاب اسمي في صنعتك؟ طب وانا مالي ما صنعتك؟ انا صنعتي خياطه. طب ما انا عارف لكن اسمك مش ايه؟ مش تقول لي صنعتك. ما بقول لك صنعتك. انت عايز ايه؟ عايز اسمك يا اختي. قول كده من الصبح. كده من الصبح. ايش جاب اسمي في صنعتك؟ طب وانا مالي وما صنعتك؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اسمك يا اختي. قول كده من الصبح. كده من الصبح يا سيدي. انت يا فندم. نعم يا روحي. انت مالك بتلف كده في الكلام؟ لا والله ما بلف. انت عايز ايه دلوقتي؟ عاوز اسمك. قول كده من الصبح. انا بقول كده من الصبح يا سيدي. صنعتي خياطه. كويس قوي خالص. ايش جاب صنعتي لاسمي؟ طب وانا مالي ومال اسمك يا سيدي؟ الله. اي اسمك ايه يا روحي؟ اسمي. انا اسمي. ايوه يا بابا. شركسيه. الله الله. Thank you.
خلاص انت يا راجل انت عليك اشياد ولا ايه؟ وده شركسية، يبقى اسمك انت ولا اسم العيلة يا بابا؟ عيلة؟ ما تفكرنيش وتنبي بالعيلة. ليه يا اختي دي؟ ما تجيبش سيرة العيلة دي ابدا. ليه يا اختي دي؟ ما تحركش مواقعي. مواقعك لا يا رب. حكيم انا مقطوعة يا كبدي من شجرة. يا نهار ابيض. والنبي. حتى الام اللي كنت اترجاها من الدنيا. ايوه. ماما. ايوه. يا حبيبتي يا ماما. يا ماتت من زمان يا اختي. من مدة بسيطة. قد ايه يا رب؟ من 20 سنة دلوقتي. حاجة بسيطة مش مهم. فاتتني. ايوه. وانتحرت. انتحرت؟ ايه الانتحار ده اللي بيطلع في دماغ الناس المزعزعين دول؟ انا كنت اعرف واحدة ست راحت مسكينة ضحية الانتحار يا اختي. ولكن امي انا. انتحرت من الحب. حب. في سبيل الحب. سبيل الحب. انتحرت من الرجال، من خيانة الرجالة. الله يخرب بيت الرجال. ليه كده بس يا جدعان؟ لا انت مالكش دعوة يا استاذ. الله يحفظك يا اختي. انت في نظري مشرف. ازاي؟ يعني راجل طيب. يعني مش راجل متوحش. لا. مش راجل قدير. لا. راجل نعجة. نعجة مش فاهمني. مش فاهمني. يعني يا اخويا ملاك. الله يبارك. باين عليك ملاك. الله يبارك فيك. انني ملاك. الله. شيل ابليس. حاضر. مين اللي يروح يا اختي؟ الى ينكد عليه. مين هو ده؟ هو عارف روحه. مين ده؟ المجرم الحتواجي اللي خلفني انا من ماما وسابنا وجري. سابك وجري؟ ايوه. مين ده يبقى؟ مين ده يا اختي؟ ده بابا. بابا. ايوه. مين ده يبقى؟ لكن هيروح مني فين؟ ايوه. اختك تقيله. اختي. انا مثيري هحضر فيه. وساعتها اتفرج عليا لما هزقه. ايوه. لما اقول له يا قاسم. يا واخ. امي اللي انتحرت من فوق عمارة الايموبيليا يا متوحش. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يا بنت فرامبواز. يا فرامبواز. يا نهار اسود. تبقى بنتي تمام. والمصيبة شبهي يا اخوان. اتفجاكي من فضلك ارجوكي السيره دي ما تطلعش هنا. اما ابوكي انا عندي الهام غريب اني حوجد لك المجرم ابوكي ده. صحيح والنبي. صحيح والنبي. هتلاقي لي بابا. هتلاقي لك بابا. هتحتر في دادي. هحتر في دادي. ابوسك يا لا بابا. خد بوسه. لا لا لا. خد بوسه ده. لا ابدا. انت كنت هتموت على بوسه دلوقتي. لا ما تجيش. والنبي تيجي. لا انت حر بقى. عقده. الله الله. ازيك اللي موجوده هنا ومحدش يديني خبر؟ مش حضرتك برضه الخياطه يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. اهلا بك يا روح. مش كان انسب يا حبيبتي عشان نخش جوه قدام المرايه عشان تقصي علينا وتقيسي وتدبري؟ هنا مفيش حد غريب. انا خدمتك ومحسوبتك وحضرته جوزي. بابا. جوزي ايه ده؟ ما بابا. 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 يا بختك يا اختي بابا. يا بخت كل من له بابا في الدنيا. حكي ابويا انا. خليني مش وقت. مش وقت. يا بابا والنبي خد بالك من قول له عود عشان الفساتين احسن توقعها. حاضر. لازم اشوف لي طريقه جديده في الخبر. اتفضل يا رب. اتفضل يا اخوات. يا نهار مراتي. يا نهار اسود. مراتي. ده انت جاي وما فيها من مضيق. ماما عندك بساتينها الواحدة خياطة في طلعهم عليها ضيقين قوي قوي قوي. بسيطة يا اختي بسيطة. البنت الخدامة اللي عندكم عودها رفايع ادولها الفساتين. وانتوا بقى فصلوا حاجة تكون جاهزة. طب ولما هو كده كنا جايبينك هنا ليه؟ ما انا يا اختي اصلا عندنا في الاتيليه بتاعنا مجموعة فساتين روح الروح. قلت تشتروا من الاتيليه بتاع المدام بطة. بطة؟ ايوه. بطة كرياكو. بطة؟ وكرياكو ازاي؟ ما هي بطة روم. فين؟ في قصة رفايع ما
مازال مش كده؟ ايوه يا اختي، يا فين الست الكبيره اما اي دلوقتي حالا؟ تعالي يا بنتي تعالي هاتي الفستان ده انا نشوف هتعرف تعمله ولا لا. انتوا ايه حكايتكم ايه؟ سايبيني قاعده جوه لوحدي وانتوا قاعدين هنا؟ جايه تتفقي معاها على ايه؟ على مبنى المجمع؟ اعمل ايه؟ ماما قلت لها تتفضل على جوه عشان نقف قدام المرايه. قالت لي هنا كويس. تيجي تندعيلي مش تسيبيني مرصرصه في قميص النوم؟ انا سايباكي لابسه الروب. ايش قلعت الروب وطلعتي قميص النوم يا ماما؟ الخياطه هتعرف جسمي ازاي وانا متكعوره بالروب؟ والنبي يا اختي بتتكلم حلوه قوي الست دي. اجمالي عليكي يا اخي. اجمالي اجمالي اجمالي. يا اختي عليها يا اختي. يا اختي عليها وعلى تختار من حوامها. ها؟ لو انا متكلفته بالروب كانت عرفت ازاي تميز تختار من جسمي. تعيشي يا حبيبتي تعيشي. كلك نظر. يا خرابي البنت حلوه قوي. يا خساره لو كانت اوحش من كده شويه. يا ماما كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ انت يا خيبانه ما انتش عارفه رجالتنا وعمايلهم. يا خرابي دي عليها كل رمش ورمش يوقع الطير من على الشجر. مش هتوقع رجالتنا؟ تعالوا هنا تعالوا. هو انتوا عندكم من الرجاله اللي بسبسوا الا حياه؟ لا يا اختي ما ينفعكمش. انا واحده شريفه. رفاق رفاق. تعالي يا شريفه تعالي. تعالي يا حبيبتي ما تاخديش على كلام ماما. اصلي دي لهوه بقها ماما. دي بتغسل عيني يا اختي. يا اختي اسمع لها على حلاوتها. وانهي راجل يا حبيبتي في الدنيا يشوف قدامه الدراعات اللي زي المرمر دي ويبص لبره؟ بيعمو بيمتصوا في نوادرهم يسيبوا الفراخ العتاقي في البيت ويطلعوا ياكلوا الطعميه بره. تعالى اما احكي لك على جوزي. تعالي اقعدي يا اختي اقعدي. وحياتك انت يا خرابي وحياتك انت بعد سنتين ما تجوزني راح مبطل. يا ماما هي القصه دي ما بتفصلش ابدا لا في غياب ولا في حضوره. يا اختي خليها تفك عن قلبها شويه. ده احنا ولايا زي بعض. مش كده يا اختي افك عن قلبي شويه. الرجاله هنشتكيهم لمين؟ للرجاله اللي زيهم بيشهدوا لبعضيهم. قال اشهد لي بلقمه اشهد لك برغيف. انما انت وليا زي زي. وبعدين يا حبيبتي راح مشاور لها. ماما 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 المهم المنمازيل ما جابتش معاها الجورنال بتاع الموضة. الجورنال بتاع الموضة؟ امال الموديل هتنقيه من جورنال ايه؟ جورنال البعكوكة؟ اقول لكم نقدم الشغل كله لحد بكره. يا مدام وتيجي طويل طويل وتنزلي من غير ما تعملي حاجه. هنعمل ايه بقى؟ ايوه بس اعملي بمشوارك. قومي يا حبيبتي خدي مقاسي. يلا انا حاسه ان انا كده يعني لطلطت شويه. يلا قيسيني يا حبيبتي. ايوه استني يا اختي اسمعني. هلا ولا بتكبسيني؟ الاصول عندنا كده يا اختي لازم في الاول نسيح الجثه على بعضها. هي سايحه لوحديها. مقاسي الكم يا حبيبي. ادي شيل شبرين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشرة حداشر. ايه؟ حداشر شيء. اقول لك خليهم 14 عشان ما حد يحاول. الكم كله 11 صفر 14 صفر؟ ايوه. ليه هي دي ايد ولا نخلة؟ ما انت قلبك مش فهماني يا اخي. انا ناوي اعمل لك الكم ده بكلوش. كلوش؟ والكم التاني؟ خليه جابوليس يا حبيبتي. يعني كم كلوش وكم جابوليس والنبي بكره تطلع موضه. دي بنلعب
النهارده يا حبيبي. استني بقى الدوالي كده اهو. ايوه ايوه الكتاليكا بقى. كتاليكا يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي نص الضهر. ادي شين وتوس. الكتاليكا شبر وتوس؟ ايوه. ايه يا حبيبتي ايه؟ الشبنجوزه بقى. الشبنجوزه دي ايه؟ ده الصدر يا حبيبتي الصدر. الصدر من ورا؟ ما انا هبحبحهولك ما تخافيش. هو ايه اللي هتبحبحيه من ورا ولا من قدام؟ سيبيني انا اشوف شغلي يا حبيبتي. شوفي شغلك يا حبيبتي. والحاجات بقى الثانيه انا هبقى اخد فكره عنها. طيب. يا جمال الجمال يا هو يا جمال الجمال. جمال الجمال. يا جمال الجمال. وعلى طرفك. خدي مقاسي خدي مقاس بنتي بقى. هي البنت شريفة شريفة. فوتي يا بنتي فوتي. دايما عامر ان شاء الله. فوتي يا شريفة. انت لوحدك هنا؟ ابعد عني بقول. انا مش عايز حاجة من نصايحك اليمينة دي. بكل عشيرة يعني. اخوش اسمع. اسمع. البنت اللي هنا دي تعرف بسنتها. البنت اللي هنا دي. ايوه. ايوه حلوة. مش خياطة. ايوه. حلوة. اسمع. ايه. انت. ايه. انت. تبقى مرة. 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 راجل ايوه اختشت. ابو مين. يا راجل انت بس افهمني. دي سكة مش هتعرفها ده طيب الا بعدين. سيبني اعمل لمصلحتك. بعد مين. ايوه. لازم بنت من الهوا وتقول لي انت ابوهي؟ امال بس انا دماغنا عايز اتجوز اتجوز اتجوز. ايه؟ ده الحكايه دي انت عاملها عشان الجواز؟ انت ما كنتش عايز تتخدم يا اخي. خلاص. ابوي. اهو كده. واعمل امي كمان. راجل قدام شويه ان شاء الله مش هي بنتي. اسمها شركسية. شركسية؟ شركسية. خلاص جايين اهو. مش عارف انت عامل ايه؟ نايم. والنبي احضرونا يا جماعه. انا والستات جوه بنفصل في الهدوم وقاعدين سوا. لفادي ده يغير ليه؟ يا بدر الله يا اشياء قوي بقى يا خالي. اتكلم يا كترات. انت جيتي يا اموره. ايوه جيت. انت كنت متحيره ومتديره على اللي يوجد لك ابوكي مش كده؟ بلاش والنبي السيره الموجوده دي. ايه رايك بقى ان الصدف العجيبه وصلتني اني اعرف ابوكي؟ اهو ابروك يا اهو يما. ابروك بنتي. خش عليك يما. بنتي. خش عليك. خش عليك. بنتي. يما البنت في المتعه ده. خش عليها جامد. خش تاني. خش بنتي. ايوه بنتي في المتعه ده. اشرب يما. بنتي خش تعالى. يا سلام يا سلام على الغلو. يا سلام
مسين الحي يتلاقى. ايوه شوف الدنيا شوف الدنيا بتجمع الشتيت على الشتيت ازاي. يا صيادية يخرب بيتك كثير. وروح دي عن فرحته ما بيفتكرش بأسان. لا انا ابويا مش لابس زايد. انا ابويا واحد استاذ اسمه مختار. لا بلاش لخبطه في العبهار. ايه هو دي سيب اللي متجوز متجوز واللي محتاج محتاج. ابويا اسمه مختار. مختار ايه يا بوتموزيل؟ مختار الزنباوي. الزنباوي مبروك يا بوتموزيل مبروك. مبروك على ايه؟ على ايه فين دلوقتي؟ موجود هنا ويانا اهو. اهو مختار الزنباوي. ايه يا عم مختار الزنباوي؟ هو انت ادري كان قلبي حاس تعالي يا عمي. انا يا بتدار يعني لا مؤاخذه يا استاذ خليك انت سيبني يا حبيبي. ما تصدقيهمش. بنت مين؟ ملوخيه دي بنت تاني. دي بنته من فرنبواز. بنته من فرنبواز وخلي في البيت ده له حلوه. هو احنا كنا دخلنا قلبك عشان يحرم ولا ما يحرمش. الله يعان
من اول الطوالق. حاض اسمعي، هنا هنا البيت ده بيت فاميليا وبنات فاميليا وستات فاميليا، فاهمه ولا لا؟ حاض. حط في عينك الحياه يا بنت. هي مالها بتعمل فيه كده ليه؟ معلش يا شيخ. أنا ما أحبش أقعد بيعمل فيه كده. معلش يا روحان. لو كان ليا أمي ما كنتش عملت فيه كده. ليه بتعملوا فيه كده؟ سيبك منها، دي تربية بيتي أوي. هي ما تفهمش المجنونة دي إن القلب لا يهدى ولا يستريح إلا بالحب. أيوة يا أختي يشرب بقك. البنت دي كويسه قوي. قوليها يا اختي تاني، قوليها وعديها. يوه، ما انت بتقولي انك ما تعرفيهوش الا على الشاشه وبس. ده كلام بس يا اختي، ده كلام. انا اقدر اقول لك عن الحب كتير. تحب تسالي؟ بلاش والنبي الحب ده. اقفلي الباب ده، اقفلي. لا ده انت متوسكه قوي يا بنت الايه. والنبي انت اللي تفهمي كل حاجه يا مبروك. زي الهبل البنت دي. انت كان قصدك راجل؟ والنبي والنبي اقفلي يا اختي الباب الشائك ده، اقفل. واقفله ليه؟ بالعكس ده انا مش لاقيه الا افتحه وياه. فرجي عني يا بوسي. لا بلاش معاك. لا بص، لا بص، لا 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 بص، لا ابوك افتشي يا بنت. لا 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 البص اصول كرامات. بص بص يعني ايه يا بنت؟ لا بص ليه؟ بص منين؟ من هنا اهو. وهنا كفر. امشي. لا لا الله، انت زعلت مني ولا ايه؟ ايوه. طب تعالي خدي كام بوسه. انا رضيت اهو، انا رضيت اهو. ما قلت لك من الاول وانت ما رضيتيش. كنت الحافظه. تعالي انا بعت اهو، انا في لحظه ضعف. نفسي ابوسك قوي، نفسي نفسي ابوسك قوي، بس ما اقدرش يا اختي ما اقدرش. ليه؟ بعد عنك عندي برونشيت. برونشيت. عس. شفتي؟ عطتي تاني. لا حلاوتها مره واحده. افهم من كده انك حبيتي قبل كده؟ حبيته بس ونسوت يا اختي وطشطشت من حبي. الله يرحم ايامك يا محمود. روح الله ينكد عليك يا فاتحي. ادي مع عزيزك كنت هتنفع يا كرياكو. الهي يا رب ما تشوف خير في دنيتك يا عبد الرازق. الحاج مطوع وابراهيم وحسنين كانوا كويسين ولاد حلال. وكنت عاوزه تعرفي شيء عن الحب. انا اقدر ارسيكي ووعي الحب يا اختي. تحسي كده بشعور زي ما تقولي، زي ما تقولي ايه ده بعيدني، مش تفهمي؟ زي ما تقولي يا اختي انفلونزا. انفلونزا ايه؟ اقول لك الحب تقولي لي انفلونزا؟ ما هو الحب حمى يا اختي. معلش. طول النهار مراري يا مراري. هاتي يا تكتيكا، هاتي يا تكتيكا. طول النهار رعشان ورهان. وهاتي يا شكشيكا. انشكيتي ببعضك انت وهي. شكه بالطول وشكه بالعرض وشكه تخفف فيكم الارض. مين؟ كيفه؟ الترابيزه يا بنت فرامبويزه. ايه انخسفت امك راحت.
طلعتي انت بدلها هي الحية تخلف إلا حوايا، وأنا اللي من خبت قلبي قاعدة أفصلها بقمصان نوم. يا ماما يعني هي كفرت اتفرجت على فيلم في السينما بتعيد علي حتة منه حتة بريئة بريئة يا ام عيون جريئة بريئة وانتي قاعدة كده سايحة ونايحة جنب منها ده انا يلي اسمي امك جسمي نمت ايش حال انتي يا بنتي يا صغيرة امشي من هنا بيت باب السكة من هنا امشي اطلعي برا حرام عليكو ليه الشقاوة بتاعتكو دي والنبي حرام يلا اخرجي من مسرح ما جيتي حاضر احسن من اللي عايزه بالصوت اشرب شيشة اخواتي اذن اذن الوداع يا سيد ده في عيني ابوسك يا بنت بس بوس حي باربع روس تلدعك ما تقولي لها حاجه يا بنتي ايه حاجه يا ماما يا ماما هو مفيش رحمه ابدا فاهمه اذا خرجت من هنا انا هنتحر هموت نفسي فاهمه يعني ايه هموت نفسي تنتحري منين؟ من فوق عمارة الإيموبيليا؟ بقت قديمة دوري على عمارة من عمارات السعوديين. يلا يا مستنية ايه؟ ده العادي انت لسه قاعدة هنا؟ طبعا قاعدة هنا. بقى يا اختي عايزيني اسمع ان اختي هتنتحر النهاردة ولا استناش الخارجة. كم صوت يسلكوا زوري هي اختي ولا غريبه عني يا تيزه تيزه في عينك تعرفي لو قلتي تيزه تاني مره قولي التيزه دي بتفور دمي انا من دمك يا ام اكرام بعد الشر على مجرد شرايين دمك البنت المخسوفه دي بنت انا وجنوب تقولكم بنتي ما انتوش مصدقين يا سلام اتبنيت في حيطه وسدوا عليه بعد اعتراف الراجل ليا لسه برضه عاوز تعمل له ستاره ماما فتحي عينيكي كويس ادين فتحي وجهك كويس بقول لك اهو لقد اعذر من اعذر فهم اني اعذر من اعذر اعذر من اعذر اسمعوا كلمه مني اللي موت اختي الشعره يا ملا بترفض كده لا هو ايه اللي جنزر ومنظر انت كنت وديتي بنتك مدرسة الفرنساوة عشان تعلق على جنزر ومنظر كلام الكتبات المطبعة واحدة نص فلوسها انا عارفة اذا كانت بنت مختار النقلي ولا بنت ابو الاسود الدقلي الدقلي طب النقلي ده اعرفه بتاع اليمين انما الدقل ده بيبيعها بيبيعها عمر الدين هشتري مني مش ضروري تعرف اكتر من ان البنت دي طريف طريف رجل على العتبة ورجل لازم تكون عرفين عرفين ايوه يعني ما انتوش جابلينها ببيتكم ابدا الف من يقبلها واول الالف هان خيول علي وفطرها النزلبي ولا غسيها الا مسبوسي ولا عصيها الا سد الحلل تعيش يا سانتا كروز بوزو يا حلم بوزو قال يا سانتا كروز يتكرم كده ويمد بوزو كده اعمل ايه اختشي بقى يا عوف يا بقى في عوف ولا شيخوف ولا ملكوف زوج تجيش تغيري كفر المساليخ جت شهرين ثلاثي جمعتين ثلاثي سنتين ثلاثي وبعدين وياك يا عوف الله البنت حلوه ايه كده يا اخي امسك
عليك اعصاب. ما شفتوش ستات حلوين ابدا. الا جهاد هوا عندكم. مغير هوا عندكم ليه؟ ما هوا بيتي مستنيه. يلا اجري على بيتك، ما توقعيش الرجاله ببعضهم في بيتي. امشي روحي. حاضر اديني رايحه. ايه عمايلكوا دي يا حماس؟ ايه عمايلكوا دي؟ الله توحيدة، ازاي تزعلوا توحيدة؟ لا اسم الله، نفرفشها وننعنشها ونسمعها كلام زي الزفت. دي موتة نفسها جوه من العياط. ما تتفلق. الله، هو ايه اللي حصل يا خالي؟ صدق بالله، لا اله الا الله. انت تعرف الطور اللي في الزفة؟ انا الطور اللي في الزفة. كل اللي سمعته طريف وظريف ورصيف ونقلي ودقلي وخلاص. خش يا حماتي رواية دمها، السن اللي زي ده ملوش كتر الدغل، انت عارفاها بنت صغيره وبتحسس على قشره التومه. احياني من حبهم ياني، احياني من قرفهم ياني، احياني على قد ما بيفرحوا يا رياض وهم على ايدين الدايه، على قد ما لما بيكبروا بيهدوا عفتنا ويضيعوا زهرة شبابنا. يا خسارتك يا زهرة شبابي. يا خسارتك. اهو قلتم معايا على زهرة شبابي. قول احي 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 يا زهرة شبابي. احي 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 احي. انا علقت على كتفي. يلا قوم تعالى نعقلها سوا. والله عوف عاوز اللي يعقله في بيتكم دي. قوم يا خالي قوم، ايد على ايد تساعد. امرنا لله. رياض افندم، قبل ما امشي اسمع الكلمتين دول. الدرس بتاعك تاخد له بايدك المحسوفه دي المقروصه دي، ما تحطش في بيتنا المضروبه على قلبها دي. يلا يا عوف. احسن احسن احسن. انا شيخ. ايه ده يا خالي ده؟ هو انت مش متوضي؟ ايه غوث ابوي. اقعد يا عم اقعد. يا ساتر يا رب. هات جرب. خلاص انا خلاص انا هحط بتاع على الدنيا حاله. يا عم وانا على الهواء. خلاص هتفيل مش بتاع هو هيخش في الدعم. اوعى تخش. هو ما هو ما هو هيطلع خش. ها روح مع الله. ما تجريش يلا. واخد حماس والنتيجه اصبحت الشغلانه كلها غير ذات الموضوع. هو ده اللي بستغرب له يا اخي. بناء عليه اصبح انا بقى غير ذي فستان. الله وادي الهدوم بتاعي. انت هتقلع علينا؟ ها؟ لا ويجي ده انت راجل فقير. والنبي اديك يا مقصود من العون. اديني ماشي اهو. مع السلامه يا عم بدر. كتر خيرك يا عم بدر. ايوه يا نعم. استنى اوعى تنزل معايا في القهوه. لا ان شاء الله. الساعه 7:30. ها ان شاء الله. وثقل محفظتك شويه. ان شاء الله ثقل محفظتك قوي. ان شاء الله. ليه؟ عشان اتعادل بقى يا بتاع. ما كفايه اللي خلت حبته بقى. ايه هتنزل؟ ايه الكلام ده؟ ايه مش هتدفع؟ خليك عادي. والله عم بارك. تعالوا فرعوني. لا 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 فين الفلوس؟ فين الفلوس؟ تعال تعال جاي يا عم بارك. هي الحفوات كانت مزرعة منه كام عجل.
زعلانين يا حبيبتي. مالك؟ أنا أنت قاعدة هنا لسه ليه؟ أنا أختي واقفة يا أختي مش قاعدة. أنتوا أصلكم مش طردتوني خلاص أنا ماشية بقى. مش أنتوا زعلتوا مني؟ خلاص أديني ماشية أهو. ما زعلناش أقعد. لا زعلتوا. لا ما زعلناش أقعد. أزعلكوا تاني. لسانك اللي ينقرف ده تحتفظي بيه، فهمتي؟ لازم تعرفي ان بنتي تربية البومباستور مش زيك انتي تربية الحواريير. سامعة؟ يكون في معلومة حماتي هنا اوامرها اوامر عسكرية. ودي عايزة كلام تحت امرك يا تيزا. تيزا بعينك. ما تقوليليش يا تيزا، تيزا دي بتفور دمي قلتلك 60 مرة. تبقي تقولي لي يا طن. يا طن حلوة دي. يا طن. طن 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 يا حلاوتك. تعالي بدلعك بقى. تعالي على يا غدير. يا غدير يا غدير. قمت ولا قلبك كسرت لي رجلي. اسمعي يا نا. سرير نومك حيكون في اوضتي انا. طيب بلاش الاوضه صغيره ما تفتحش سريرين. سرير واحد يكلفتنا احنا الاثنين. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. الله يا ندمة. حنيمها فين؟ فوق الدولاب؟ دي ما تنامش خالص. ازاي يا اخويا ما نامش؟ انا لازم انام واحلى. لازم انام واحلم علشان خاطر حتى احس ان انا بني ادم. ده انت هتروح يا حماتي تغني الشقه بتاعتها وتنزل صاحب الملك فين وفين وفين وفين. ايوه اجراءات عايزه وقت طويل قوي يا تيزا. ايه ده في عينك؟ قلت لك ما تقوليليش يا تيزا. بنساها ما اعرفش البتاعه دي ليه. بنساها يا اختي. بتقول لي اقول لك ايه؟ طنط وبس. حاضر يا طنط وبس. اختي عليها. انا هعلمها على اسم بلد عشان ما انساهاش. كويس. طنط طنط يا طنطة. جرائه يا زفتة. عن انتكم بقى دلوقتي اروح بيتنا الم هدومي واخد اذني من اخويا. اخوكي يا خرابي؟ انت لك يا اخ يا زفتي. ايوه اخوكي. ايوه هي بروفيسور اللي مخلفه منه كام يا زفتي. ما تتخضوش كده. ليه يا اخ؟ اي نعم، بس اخ غير شقيق، اخ من ام تانية غير من بابا تاني غير بابا مختار. معقولة دي؟ ايوه. انا لازم اشوف اخوكي. لازم اشوف اخوكي. لازم اشوفه. يا ماما طيب معلش. نجيب اخويا. اعرف يا رياض ان ما جابتليش اخوها قول على بيتك ده يا رحمن يا رحيم. هاخد بنتي في ايدي وامشي. اه بس يا حماتي حاولت حفايبك يا اكرام. ماما قالت كده يعني لازم يبقى كده. طب انا بس ذنبي ايه؟ انا ماما غلطة لسان يا اخي، غلطة لسان. ودينا في داهية. ولا داهية. اسمع اسمع، هم مش عاوزين يشوفوا اخويا واطمئنوا. اه نجيب اي واحد من اصحابنا اللي بيقعدوا معانا في القهوة يحمل اخويا. نجيب ايه؟ احنا هنجيب كم واحد؟ هياكلوا عيش اهو مولد يا اخي. نجيب واحد من اصحابنا نديله حزب 50 قرش يجي هنا يرن جرس الباب. سلام عليكم. وعليكم السلام. انا اخو شركسيه. يرتاح واطمئنوا تنوا ماشي. بس تجيب واحد بقى يكون نواد يعرف يسبقها شويه. بس اللي يجي هنا يبقى على احترام تام. انت عارف حماتي ومراتي. ايه هتجيب زي مين بقى؟ اجيب الواد حسين. لا حسين خليته حرج قوي. ابراهيم شايب ما ينفعش تتنشبه شويه. ايوه لقيته. مين؟ ايه رايك في الواد عبد الصبور عويجه؟ لا يا شيخ ده واد حربوق قوي. وعشان حربوق ينفع في الشغله بتاعتنا ليه؟ طمن قلبك انت. هروح على اهل هدومي واجيب لك الواد عبد الصبور عويجه يجي هنا ونتنتهي من المقصد ده. بالمعروف. متشكر قوي يا عم بلد. العفو. السلام عليكم. مع السلامه حبيبي. يا خبر ابيض. امنت يا اخوان.
شاء الله. امنت ان معظم النار من مستصغر الشرف ومعظم البلاوي من مستصغر الكذب. ما كنتش ازاي اتصور ان كذبه جره كذبه لحد الهوه ما توسع بالشكل ده. المها ازاي؟ اروح فين؟ اودي وشي منهم فين؟ اسمع يا مختار. خير يا رياض ولا ايه؟ خبر هقول لك عليه لسه ما حدش سمعه في الدنيا ابدا. خبر ايه يا خالد؟ الله، هي عشان هتفضل اخبار على طول في بيت احنا ولا في وكاله انباء؟ هتفهمني بقى. افهم ايه؟ الاقليم الشمالي من الجمهوريه العربيه المتحده، تعرفوا؟ اللي عرفه حد ما يعرفش وطنه سوريا. حلو، طالبين هناك ايادي عامله للزراعة. يا تفكر يا خالي انك تكون من ضمن الايادي العامله؟ من ضمن وليه ما كنتش من اول الايادي العامله؟ هي هناك مش بلدي وهنا بلدي. والله يا خالي مش قادر اقول لك قد ايه انت كبرت في نظرك. ولسه بقى نظرك ده يكبر امتى؟ لما تفتحوا كده على حته بدر منور من حلويات سكاكر دمشق البيحاء. مين مرض الحج عوض؟ وبعد كام سنه كده كبشه عصافير من العينين الخضر والشعر الاصفر. مين ولاد الحج عوض؟ وعند ما يدلك من هناك بندق من شجره ولا لوز من منبعه، سمعت التلفون قدامك ايه والمكالمه بقت فرطي، يعني لما نقعد تدش كده طول النهار ما ندفعش جنيه. يعني برضه ناوي تتجوز من سوريا؟ لا والله، حاجة عشان كفر المثاليه. لا والله انا جاي متولي يا اخوان، انا جاي فرطوش يا اخوان. يا اخوان يا سلام، اقعد مالك. يودوني على اللومان، يحجبوني على الخنكة، بس يعتقوني من الولية العرارة دي، الولية النكدية دي. هو انت ما تخطيش خطوة على التانية اللي بالمزيكا المكربيتة بتاعتك دي؟ هنا كده هي الراه. مجلس تأديب نصبح لي جوه، هي رئيسته وهي أعضاؤه. ومحضر مفتوح وتحقيق داير على قدم وساق. قضية نمرة كام؟ ما انت قضاياك انت وهي عايزة محكمة لوحديه. ايه اسمه قولي؟ ايه لقبه فهمني؟ هو الأصغر ولا أخته الأصغر؟ لو يطلع مين هو؟ البنت شركسية، بنت فرنبوان. مطلعاني من الهوا ولد جديد. لا شفته ولا خلفته ولا عرفه. ولا ايه؟ ولا ايوه. طب انت تروح له كده دوق، ما هو ده الدوسيه ده المصايب. يعني ايه ما تجيبش العين فتح لوحده وما تقول تفتحه؟ يا بنتي عوده عوده. حاضر حاضر. انت كنت بس سامعني ورا الباب؟ افتح يا بنتي. اتفضل يا سيدي. اديني له خبر بسرعه. اتفضل يا سيدي. الوداد انا حاجه رهيب من اي سيدي. يلا معلش. اختك والمرحومه الست ام اختك. قصدكم بقى على شركسيه؟ لا اسمحوا لي، فلحتوا اذكياء. امال يعني كنت فاهمني هنطلع قناني؟ بس اسمع يا اخوي، انا ما خلفت الصبيان ابدا ابدا ابدا. ولا قالي صبيان؟ لا يا اخي الله ما تحلقش كده النهارده، لا انت ولا هو. انا اصلي جاي علشان يعني افهمكم، شركسية اختي. اي نعم اختك. بس مش شقيقة. طبعا يا اخوي اختي من الاب. لا 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 من الاب. والله لو النبي يا اخويا ربنا يسلمك. لا والله. طب انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش عارف عايز ايه بالظبط يعني انا ما خلفتش الصبيان ابدا وحياتك والله. طب انا ممكن اعودك في الحكايه دي وما نقومش فضيحه في البيت؟ ايوه على شرط واحد. تحت امرك والله. الراجل ده بقى؟ ايوه. تحل عنه؟ احل عنه. ما تكشفوش في وسط البيت؟ ما اكشفوش ابدا. ما تكسرش عينه ابدا ابدا. تسيبه يا اخي يتصرمح شويه. كويس، بس يبقى ياخدني وياه. تبقى اختي من الام بقى. من الام تقول كده وتشهد كده وتحلف على كده؟ ما انا جاي عشان كده. الله يبارك فيك. اصل رحت هناك لقيت باب الشقه كان مكسور. ايه ده؟ مين؟ يا 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 يا
يا نهار نهار ابيض يا نهار محسوبك الاستاذ نعيم نعيم عنبري عنبري ولا جمبري ايه انتوا الاثنين مولودين في بطن واحده لا كل واحد في بطن واحده عشان يتبحبح دفعة منفصلة دفعة متع انا ما خلفت الصبيان ابدا يا والله ابدا والله ما خلفت الصبيان ولا كده ولا كده كنا هنطلع قبل منك كده برضه ولا ليه؟ ايه؟ هما الاثنين مصبوبين في قالب واحد؟ لا والله مش انت؟ خلفتهم توأم يا منين؟ وولد؟ امال انا خايب معايا ليه؟ كل خلفتك بنات في بنات بذمتك يا حماتي لو الاستاذ ده دلوقتي لبس فستان والنبي ما اقول عليها الا سركسية ولو سركسية لبست بنطلون ما اقولش عليها الا سركسي 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 يا استهاني محسوبك عنبري 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 ايه ريحتك حلوة اوي عنبري مسميه عنبري يا منين من حديتك فين مش انا اللي مسميه يا ست يا عم ما تتكلم ما تنطع يا مني مش هاني ما تكلمتوش ولا يا اخي ما تحلقش الله يا تغيرك عرق بعدين يا ست هاني انا ابويا ايه انا ابويا ده انا عارف ليه برامرة ما انا ابويا يا ست هاني ارفع من ذلك ما كان رفيع وتخن كان على صبر هي في رمبوسه اللي خلفتك انت من غزال وخلفت اختك من حمار من عارف يمكن خلفته من حمار ثاني اتسد انت يا بغل انت معلش يا بغل ولما اكون بس ما هو برضه اعلى من ذلك يا ذلك يا ابن 30,000 ذلك اخلص فضيب بصوابعي بحبابي عينيك من جوه علي وهي علي بعد تمريناتك العمياني بقى فيها عينين ده بقى واحد على 60 يا نصاب يا كذاب يا مدعي شغل السماوئليه بالكيس يا شغل السماوئليه بالكيس يوكاكاك نايبه وموكلهالي 15 سنه 20 سنه 10 سنين بس يا سيدي بلاش فضايح ده جنب من الباب حتى من الخدامين يسمعنا ايه فاضل ايه من الفضايح ما شفناش ايه العسكري من القاكور وسركسية من الشارع واخوها من عرض الطريق لا مش من عرض الطريق من عرض مناسب ايه المناي الموضبة هتقول ايه مفهمة هتقول ايه من اب تاني مش كده انت ارفع من ذلك مش كده وقعت في ايدي يا ذلك يا ابن ذلك تعالوا معايا اما نعمل عليه كونسولتو تفاهم لسه هنعمل كونسولتو يلا الحال يا ابني في كونسولتو هيشرحوني يا هرات يلا يا كونسولتو ما تفلحش في حاجة ابدا ابدا لا يا سيد معلش جيب لي كمان ولد يا فندم الو مين يا فندم عبد الصبور عويجة لكك عوج يعوج مناخيرك جاب لك خبر عنبري ما بقاش نافع بقى لا خبر ولا خبر يجي يكلمك لا ما يقدرش ما يقدرش لا 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 اصل عنده كونسولتو جوه هو هيبقى فاهمك ايوه بعدين متشكر اهو مع السلامه يا حبيبي انا فين اتاري عنبري ما لقاش الراجل التزم يقلب راجل والله بهلان الواد ده قول لي يا فوز اختي اهلا يا ستي ايه ايه الهيصه اللي داخله دي المجموعه اللي داخله دي اللي عامله زي البنادير مجموعه اخوها ما شفتش بصهم شفته هو راح فين دخلوا جوه طب وحياتك وحياتك يا جوز اختي شوفوني اندهلوا خليني اقعد معاه دقيقتين كده
بس والنبي خلينا للمغامرات كده. يلا بسرعه. ايوه هنروح يا ستي بسرعه. اه الحب تمام زي ما شرحتولي شركتي. خمدان رهقان نهدان هو الحب. هو هات يا تكتك هات يا تكتك هو الحب. هو مين العايز يا؟ انا عايز. مين ده العايز يا؟ انا غريبه. مين العايز ده؟ مين العايز يا؟ اتفضل انا عاوزاك. ها؟ مين عايز يا؟ انا عاوز اتكلم معاك كلمتين صغيرين. اتفضل اتكلم. في حبيبه ليا عزيزه عندي قوي. شركسيه اختي لك. يا سلام على نبهتك. ايوه كلهم بيقولوا عليا كده. نعم. هي ما جاتش معاك ليه؟ شركسية؟ ما تقدرش تيجي معايا. فيانا يا هي. لازم واحد يقعد في البيت. هي اللي بتسيء عليها النهارده. ثم اطلعها انت عارفه بتشتغل خياطه عندها بقى فساتين وهدوم. مشغوله مشغوله. طب وليه انت ما تريحهاش؟ ريح ازاي؟ جوزها. جوزها. اجوز شركسية؟ ايوه. هو في حاجة اجمل من الجواز؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ شركسية جوزها؟ العريس اللي ياخدها ينضرب فيها حيطة مقلاة. هو الجواز كويس اي نعم. بس يعني للي يحتاجه للي يعوزه. كل الناس تعوزه. ما عدا شركسية ما اظنش تعوزه. ليه بقى؟ الواحدة مننا تبقى عايزة الجواز عايزاه قوي عايزاه جدا بس بتتكسف. تتكسف ايه؟ من اخوها؟ من اي راجل؟ هو اخوها مش راجل؟ والله بقى حسب الظروف الحكاية. هو الجواز كويس واحنا رجالة برضو نحب الجواز. اه والله نموت في الجواز. بس برضو بننكسف. بتتكسف؟ من مين بقى؟ من اختكم؟ اه. او على كده ما كانش حد اتجوز ابدا. ان شاء الله حد اتجوز يبقى يعني. انما يعني انت لما ايه؟ انا عازب بطولي ما فيش لما. لا عندي لا لما ولا شله ولا حاجه. انا بطولي ما اتجوزتش لسه. كده ولا دورتش على حد يونسك لغايه دلوقتي؟ والله اختي مونساني. لا ما هو ونس الاخت غير ونس العروسه. ماليش دعوه بالونس التاني ده. مونساني لحد ما اعثر في عروسه تكون كويسه. طيب واذا لقيت لك انا عروسه حلوه؟ عندك عروسه؟ اه. لميني والنبي عليها لميني. بس على شرط لازم تكون حلوه. يا خساره. هي شبه مين؟ شبه مين؟ شبه مين؟ آه. انت عاوزها شبه مين؟ عاوزها حاجه حلوه كده زي نجوم السينما. شبه مثلا انجليزي الجمال. شبه مين امها؟ شبهي انا. اخي وانا بقول فرانكشتاين. ومع ذلك هاتيها هاتيها. شبهك انت؟ وهي اللي شبهك انت معقول يناسبها واحد موظف زحلاتي؟ ده نقبل قوي. اسمها ايه يا بنتي؟ اسمها توحيدة. اخي حتى اسمها ما فيش رنة موسيقية. ومع ذلك اقولك هاتيها 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 توحيدة. يا جمال اسمها توحيدة. يا جمال حسنها يا حلاوتها يا حسنها يا يا حسنوا عليك وانت على باب السيدة بتقول لله يا محسنين. مين الست الكبيرة؟ كبيرة؟ علتك الكبيرة بلوتك الكبيرة. وانت يا مشغودة واقفة كده قدامه سايحة ونايحة. يا ماما يعني هو جمال اسمها جمال حسنها في حاجة عيب؟ لا عيب يا اختي ابدا مفيهوش حاجة عيب. البنات اللي زيك انت قدامهم الكلام ده ماهوش عيب ابدا.
هو عيب يعني لما اللي زيها واللي زيه يتجوزوا؟ يتجوزوا؟ اه يتجوزوا؟ يتجوزوا يا تيزا يا طنطا يا انا عارف ايه بقى؟ يتجوزوا مين؟ مشاكيع السكك؟ هلافيس الحواري؟ يتجوزوا وانت يا بنت سايبه حبلك على رقبتك ما انتش لاقي حد يلمك؟ تعالوا هنا تعالوا ابعدي عنه يلا يا اختي حلوانه في سلوانه يا معنى طولي بالك انا هلم عليكي كل رجاله البيت لو ان مفيش رجاله في البيت انت يا باب يا مختار انت يا بنت يا رياض تعالوا شوفوا البلاوي تعالوا مادي مادي انا جامده ايوه تعالوا ايه يا ماما انا بدعيك يا ساتر يا رب ايه في ايه بعيد لخبط كياني خالص يا ماما لخبط كياني قبل منك يا اكرام ليه في ايه قال يا مخلفه البنات يا ريتك ما شربت لهم مغات مغات ايه مغات ايه يا ماما انت هترجعينا تاني تفضي علينا اه هي الحكاية ايه تراطير في تراطير ايه الحكاية يا حماتي خبر ايه خبر ايه جرى ايه خبر الشوم خبر اللوم خبر الزفت خبر الاتراك يعني زي العادة عناوين اخبارك عمرها ما تتغير ايه 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 مين اللي بينادي على التراطير ايه اللهم اجعله خير والله ما فيه ريحة الخير ابدا يا باي ده انتوا اللي عشيركم يفقد نص عمره نص عمره ثلاث ارباع عمره امال الربع اللي فاضل لك طويل كده ليه ما بيكفينيش اوام ليه ربنا يا رب على سماع بعض حودنا تعالى تعالى يا ابو البنات تعالى بحب في ايه يا هنيش لا حلمنتيش عريس سويت حلمنتيش يا بنت يا بابا حد يقول على الجواز جواز؟ لما هو كده يا ستي بتعكري دمي ليه يا ستي؟ ايه هو الجواز يرطب البدن؟ جواز لا يا شيخ يسقع الجثة امال ده الجواز يخلي الدم مية تحت الصيف اسألي اصحاب الدمومات دمومات لما تدمك الدنيا كلها يا حماتي تقول ما في الجواز من عيب والاخت خياطه يبقى فيه من عيب ولا ما فيه شيء عيب عيب بتاع ايه اللقمه نظيفه والصنعه شريفه تعجبني يا بابا لا لا يا جوز امي وهو راضي وابوها راضي ومالك انت بقى ومالهم يا قاضي الديمقراطيه يا ماما مجلس العيله باغلبيه الاصوات ايوه الموافق يرفع صباعه ايه طب انا فيتو وماله فيها ايه ده احسن ليا انا هيبقالي جوز بنتي تانيه اتمقطع فيها على كيفي تتمقطعي فيي على كيفك يا خلاء ده بعدك ده بعدك قوي ايه وحياه والدتك طيب بص بص ايه ده انا مش ممكن ابدا ارضى تصدقيني ابدا بس طول بالك ربي قبل منك كان غيرك اكتر من مسرح الريحاني مسرحية كان غيرك أشطر تأليف الأستاذ بديع خير نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة مع برنامج ليالي القاهرة وإلى اللقاء